بيبدأ الانمي بتاعنا بحكاية ثعلب الذيول التسعة او الكيوبي اللي ظهر زمان وكانت قوته كبيرة جدا، لدرجة ان بضربة واحدة من احد ذيوله التسعة يقدر يدمر جبال. وكان في مجموعة من النينجا بيقتلوا الثعلب ده لحد ما بيظهر واحد منهم ملقب بالهوكاج الرابع وبيضحي بحياته وبيحبس الكيوبي في جسم طفل صغير، والطفل ده بيبقى ناروتو اللي هو البطل بتاع الانمي بتاعنا، مش محتاجة يعني. وبيكبر ناروتو وبيكون طفل مشاغب وبيدرس في مدرسة النينجا، لكن علشان مشاغب بيهرب من المدرسة وبيمارس هوايته المفضلة وهي التخريب للفت الانتباه. المهم بعد شوية تخريب كده بيجي المعلم بتاعه اللي اسمه ايروكا وبيرجعه للمدرسة، وبعد المدرسة بيروح معه علشان يصلح اللي خربه، وبعدها بياخده المعلم وبيعزمه على الرامن اللي بتكون دي الاكلة المفضلة لناروتو. وبيعرف ايروكا من ناروتو انه عايز يبقى هوكاجي لما يكبر، والهوكاجي ده بيكون زعيم القرية واقوى نينجا فيها. وفي اليوم اللي بعده بيجي ميعاد امتحان التخرج من المدرسة اللي بيكون في تقنية النسخ، فبيتصدم ناروتو لانه مش متقن التقنية دي كويس، ولما بيجي دوره علشان يعملها بيفشل وبيكون الوحيد اللي فشل وباقي زمايله نجحوا. طبعا بيزعل ناروتو جدا بسبب الموضوع ده وبيبقى قاعد لوحده بعيد عن الناس اللي بيكونوا بيكرهوا ناروتو، لان الكيوبي محبوس جواه بس هو ما يعرفش حاجة زي دي. وهو قاعد بيجي المعلم ميزوكي وبيقول له على السر علشان ينجح في امتحان التخرج، وهو انه يسرق لفيفة الاختام اللي بيكون مكتوب فيها تقنيات نينجا محرمة وعالية المستوى. وفعلا بيسرقها ناروتو وبيروح يتعلم تقنية منه، وفي الوقت ده بيروح المعلم ميزوكا لبيت المعلم ايروكا وبيبلغه ان ناروتو سرق لفيفة الاختام، فبيبدأ ايروكا يدور على ناروتو علشان يرجع اللفيفة منه، وبنعرف ان ميزوكي كمان بيدور عليه علشان ياخد اللفيفة منه لنفسه وبعدها يتخلص من ناروتو. لكن بيقدر ايروكا انه يلاقي ناروتو الاول علشان يرجع منه اللفيفة، وبيجي ميزوكا فجأة وبيهجم عليهم هما الاثنين، فبيبعد ايروكا ناروتو قبل ما الضربة تيجي فيه وبيتلقى هو الضربة، وبيقول ميزوكي لناروتو على حقيقة وجود الكيوبي اللي دمر القرية من زمان، وبيقول له ان الكيوبي ده جواك وان كل القرية عارفة الموضوع ده علشان كده كل الناس بتكرهه حتى المعلم ايروكا. فبيتصدم ناروتو وبيوجه معلم ميزوكا سلاحه ناحيته وبيحاول يخلص عليه، لكن بينقذ المعلم ايروكا في اخر لحظة، فبيجري ناروتو وبيهرب من ميزوكي ايروكا والاثنين بيروحوا يدوروا عليه، وبيكون ايروكا بيجري ورا ناروتو وبيقول له انه يديله اللفافة بسرعة قبل ما ياخدها ميزوكي، فبيضربوا ناروتو وبنكتشف انه مش ايروكا وانه ميزوكي بس اتحول لايروكا، وبيستغرب ميزوكا ان ناروتو عرف ان هو مش ايروكا الحقيقي، فبتكون الصدمة ان ناروتو طلع مش ناروتو لكن المعلم ايروكا الحقيقي وهو كمان استخدم تقنية التحول. وبيكون ناروتو الحقيقي مستخبي ورا شجرة وسامع كلامهم مع بعض، ولما بيحاول ميزوكا انه يهجم على ايروكا بيطلع ناروتو من مكانه بسرعة بيضرب ميزوكا وبينقذ هو ايروكا المرة دي. وبعد ما بياخد ميزوكي ضربة من عيل صغير خليته يطير بعيد، بيقوم وبيقول لناروتو انه يقدر يخلص عليه بضربة واحدة لانه حتة عيل صغير، فبيستخدم ناروتو تقنية نسخ الظل اللي اتعلمها من اللفيفة وبيفضل يضرب هو والنسخ بتاعته في ميزوكي في ظل ذهول ايروكا لان التقنية دي عالية المستوى. ولما بيخلص ناروتو على ميزوكي بيديله المعلم ايروكا رابطة الجبين اللي بتدل على انه نينجا وبيبارك له على التخرج، وتاني يوم بيتصور ناروتو صورة وبيحطها في صفحة بياناته وبيوديها للهوكاجي التالت اللي مش بيقبل الصورة دي بيقول له اتصور غيرها، فبيرفض ناروتو بيقول له الصورة جامدة انا مش هغيرها. وفي الوقت ده بيدخل حفيد الهوكاجي التالت اللي اسمه كونهومارو وبيحاول يهجم على جده لكن بيقع على الارض، وبيقوم يتهم ناروتو بانه عمل له فخ وخلاه يقع، فبيقول له ناروتو فخ يا ده اللي هعمله في عيل زيك، وبيبقى ناروتو يضربه لكن كونهومارو بيكون واثق ان ناروتو مش هيعمل له حاجه قدام جده كده، فبيضربه ناروتو على دماغه وبيصدمه فعلا. وبعد ما بيمشي ناروتو بيكون كونهومارو ماشي وراه متخفي، ولما بيكشفه ناروتو بيطلب منه كونهومارو انه يدربه، فبيقبل ناروتو بيروحوا مع بعض الغابه علشان يتدربوا هناك. وهم قاعدين بيتكلموا بيجي المعلم الخاص بكونهومارو علشان ياخده، لكنه بيرفض يروح معاه وبيستخدم ناروتو تقنيه نسخ الظل علشان يخلص كونهومارو منه، لكن المعلم ده مش بيخاف لانه عيل صغير برضه وبيستعد انه يضرب ناروتو، فبيقدر ناروتو انه يخلص عليه بتقنيه الاغراء وبيحول كل النسخ بتاعته، وبعدها بيودع ناروتو كونهومارو وبيمشي. وفي اليوم اللي بعده بيروح النينجا زمايل ناروتو للمدرسه علشان يعرف كل واحد فيهم الفريق اللي هينضم ليه بعد ما بقى نينجا رسميا. ولما بيكون ناروتو قاعد بيجي شيكامارو وبيقول له ايه اللي جابك هنا يا ابني، فبيقول له ناروتو انه نجح واتخرج زيهم، وبتيجي ساكورا وبيحاول ناروتو انه يكلمها لكنها بتتجاهله وبتروح لساسكي اللي بتحبه هي وكل البنات علشان كده ناروتو بيكرهه. وبيقول المعلم ايروكا على تقسيم الفريق، ولما بيجي دور ناروتو بنعرف انه في الفريق السابع مع ساكورا، فبيفرح ناروتو جدا لكن فرحته مش بتكمل لما بيعرف ان ساسكي هو العضو الثالث في الفريق معاه، وبتفرح ساكورا جدا المره دي لما بتعرف. فبيقوم ناروتو بيقول المعلم ايروكا ازاي تحط طالب مميز زيي مع شخص فاشل زي ده، فبيقول له ايروكا ساسكي طالب متفوق
متفوق وانت اللي فاشل يا ناروتو. المهم بعد ما كل واحد عرف فريقه بيكون الفريق السابق قاعد مستني المعلم الجديد بتاعه، وبيدخل عليهم المعلم وهم قاعدين، وبعد كده بيروحوا معاه لمكان تاني وبيعرفهم المعلم على نفسه وبيقول لهم ان اسمه كاجاشي، وبيطلب كاجاشي منهم انهم يعرفوه بانفسهم والحاجات اللي بيحبوها واللي بيكرهوها وامنياتهم والحاجات اللي كده يعني. فبيبدا ناروتو بيعرف نفسه بيقول انه بيحب الرامن، خصوصا الرامن اللي بيشتري لي المعلم ايروكا، وانه مش بيحب يستنى الرامن لحد ما يجهز، وامنيته انه ياكل اطنان من الرامن، اما حلمه في المستقبل انه يبقى هوكاجي. وبعده بيجي دور ساكورا تعرف نفسها، فبتقول انها بتحب شخص معين كده، وبتبص في عين ساسكي بنظره كلها محن لمؤاخذه، وبتقول ان امنياتها، وبتسكت كده وبتبص لساسكي برضو قله ادب والله يا جدعان. ولما بيسالها كاجاش عن اللي بتكرهه بتقول ناروتو، احزان يا اخويا ناروتو والله. وبيجي بعدها دور ساسكي اللي بيعرف نفسه بيقول انه مش بيحب حاجه وبيكره حاجات كتير جدا، وامنيته انه يقتل الشخص اللي قتل عشيرته. ولما بيخلصوا بيعرف كل واحد فيهم نفسه، بيقول لهم كاجاش يا 10 رجاله جهزوا بقى علشان عندنا اختبار، ولو فشلتوا في الاختبار ده مش هتبقوا نينجا وترجعوا للمدرسه تاني، ولو نجحتوا هتبقوا نينجا رسميا. والاختبار بيكون كالاتي، ان اللي هياخد جرس واحد من الجرسين اللي مع كاجاشي قبل الساعه 12 هينجح وهياخد وجبه مجانيه، والشخص اللي هيفشل هيتربط في الشجره قدامنا واحنا بناكل ومش هيدوق من الاكل. وبيبدا الاختبار وبيحاول ناروتو انه يهجم على كاجاشي علشان ياخد الجرس، لكن مفيش ولا ضربه بتيجي فيه ولا بتلمس كاجاشي اصلا، وبيضرب كاجاشي ناروتو بيخليه يطير وبيقع في الميه. فناروتو مش بيستسلم طبعا وبيخرج من الميه وهو عامل تقنيه نسخ الظل، وبيقدر يخدع المعلم كاجاشي وبيبعت نسخه من النسخ بتاعته تمسكه من ورا لحد ما الباقي بيجي يكتفه كويس علشان يجي ناروتو يضربه وياخد الجرس. لكن لما بيحاول ناروتو يضرب كاجاشي وهو متكتف، فجاه كده بيلاقي نفسه ضرب واحد من النسخ بتاعته، وبيكون ساسكي وساكورا مستخبيين بيتفرجوا على اللي بيعمله ناروتو. وبيعرف ساسكي ان كاجاشي استخدم تقنيه الاستبدال وهرب من ناروتو وخلاه يضرب نسخه. على الجانب الثاني بيكون ناروتو فاكر ان كاجاشي استخدم تقنيه التحول وتحول لشكله، فبتضرب كل نسخ ناروتو في بعض لانهم فاكرين ان كاجاشي واحد منهم. واخر ما بيزق ناروتو بيلغي تقنيه الظل، وبيكتشف ان كاجاشي ما كانش واحد من نسخ، لسه فاكر يا ابني. وبيلاقي ناروتو جرس مرمي على الارض، فبيروح ياخده لكن بيطلع فخ وبيقع فيه ناروتو وبيتعلق في الشجره. وبعدين بيظهر كاجاشي وبيحول ساسكي انه يضربه من بعيد، وبتيجي فيه الضربه فعلا، لكن هنا بنكتشف ان كاجاشي استخدم تقنيه الاستبدال، فبيجري ساسكي من مكانه لان ده كان فخ لتحديد مكانه، وكاجاشي دلوقتي عارف هو مستخبي فين. وبنروح لساكورا بقى اللي بتبقى بتدور على ساسكي، فبتلاقي كاجاشي اللي بيستخدم تقنيه الجينجيتسو، ودي تقنيه بتخليه يتحكم في عقل الشخص وبتخليه يشوف اللي هو عاوز يشوفه، فبيخلي ساكورا تشوف وهمه، والوهم ده بيكون ساسكي وهو مجروح وبيموت وبيطلب منها المساعده، فبتفقد ساكورا الوعي من اللي شايفاه، وبيكون ساسكي واقف في مكان مكشوف وبيظهر وراه كاجاشي، فبيهجم عليه ساسكي لكن كاجاشي بيتفادى الضربه، فبيحاول ساسكي يوقعه في الفخ لكن مش بيعرف برضه، فبيقرر انه يهجم عليه بشكل مباشر، وبيقدر كاجاشي انه يصد كل ضربته بسهوله، لكن بيقدر ساسكي هو كمان انه يلمس الاجراس، فبيبعد كاجاشي عنه وبيكون مبهور بمهاراته جدا. واول ما بيبعد بيبدا ساسكي انه يستخدم تقنيه كره اللهب، فمش بيصدق كاجاشي ان طفل في السن ده هيقدر يعمل التقنيه دي، وبيطمن نفسه انه مستحيل يقدر يعملها، فبيصدمه ساسكي وبيبهره اكتر لما بيقدر يعملها فعلا، لكن كاجاشي بيختفي بعيد عن ضربته، وساسكي مش بيبقى عارف هو راح فين لحد ما بتطلع ايد كاجاشي من تحت الارض وبتمسك في رجل ساسكي، بعدين بيشده لتحت الارض وبيدفنه في الارض ومش بيكون ظاهر منه غير راسه بس. فبتيجي ساكورا تشوف راس ساسكي فبتفتكرها مقطوعه وبتفقد وعيها للمره الثانيه. في الوقت ده بيكون المعلم كاجاشي قفش ناروتو وبيحاول ياكل وبياخده وبيربطه، وبيخلص الوقت وبتيجي الساعه 12 وبيكون ساسكي وساكورا قاعدين جنب ناروتو، وبيقول لهم كاجاشي انهم فشلوا وانهم لازم ينسوا انهم نينجا اصلا، فبيهجم عليه ساسكي لكن كاجاشي بيثبته على الارض، وبيقول لهم انهم ما فهموش الهدف من الاختبار وانهم لازم يعملوا كفريق علشان ياخدوا الاجراس، وبيقرر انه يديهم فرصه ثانيه لكن بشرط انهم ما يدوش ناروتو اكل لانه كان مستخبي وعاوز ياكل وقت الاختبار. فبيمشي كاجاشي وبيبدا ساسكي وساكورا ياكلوا وناروتو بيتفرج عليهم، ولكن بيقرروا انهم ياكلوا ناروتو وبيكون كاجاشي بيراقبهم من بعيد. واول ما بياكلوه بيظهر كاجاشي فجاه وبيقول لهم انهم نجحوا علشان
كان اكله ناروتو، وهتبدا مهام الفريق السابع من بكره. وفي اليوم اللي بعده بتكون مهامهم بسيطه جدا، زي انهم يمسكوا قطه ضايعه او يعتنوا بطفل صغير لفتره كده يعني، وكاجاشي بيبقى مرافق ليهم في المهمات بصفته المعلم بتاعهم. المهم ناروتو مش بتعجبه المهام التعبانه دي، وبيقول للهوكاجي الثالث انه عايز مهام اكثر اثاره، عايزين نتشقلب كده يا عم. فبيقول له الهوكاجي انه علشان نينجا مبتدئ بياخد مهام سهله، والمهمات الصعبه والخطيره بياخدها واحد زي كاجاشي كده. لكن ناروتو بيبقى مصر، فبيقرر الهوكاجي ان يديله مهمه متوسطه، وهي حمايه شخص من اللصوص وقطعين الطرق. وبيدخل الشخص اللي هيحموه للقاعه، واول ما بيدخل بيستغرب ان اللي هيحموه مجرد اطفال، وبيقول ان الواد الصغير ده شكله ما يقولش انه نينجا خالص. فبيضحك ناروتو وبيسال هو مين الواد القصير ده، لحد ما بيكتشف ان هو القصير، فبيتعصب وبيكون عاوز يقتل الراجل اللي المفروض يحميه اصلا. المهم بتبدا مهمه الفريق، وبيخرجوا مع الشخص اللي المفروض يحموه واللي اسمه تازونا، هو خبير بناء جسور. وبيكون تازونا محتاجهم يحموه لحد ما يوصل لقريته، وهي قريه الامواج، وكمان بعد ما يوصل هناك يفضلوا يحموه لحد ما يخلص بناء جسر في قريته. فبيبداوا يخرجوا من قريه كنواها اللي هم فيها، وهم في الطريق بيكون في حد بيراقبهم، وفجاه بيظهر لهم اتنين وبيهجموا على كاجاشي وبيقضوا عليه بسرعه، وبيبقى الكل واقف مصدوم من اللي حصل وان كاجاشي مات بالسهوله دي. بعد كده بيحاول الاتنين دول يهجموا على ناروتو اللي بيبقى خايف ومش بيقدر يتحرك من مكانه حتى، لكن بيقدر ساسكي يجي وينقذه. فبيحاول واحد من الاتنين دول ان يهجم على ناروتو يقتله، لكن ساكورا بتقف تحمي ناروتو، بيجي ساسكي وهو كمان يحمي ساكورا، وفجاه بيظهر كاجاشي وبيمسك الاتنين دول في لمح البصر، وبنكتشف انه استخدم تقنيه الاستبدال. وبيكون ناروتو اتجرح في ايده من ضربه سلاح واحد من الاتنين دول، فبيقول له كاجاشي ان الاسلحه بتاعتهم فيها سم ولازم يخرجوا السم ده من جسمه بسرعه قبل ما يموت، وانه كان متفق معاهم ان المهمه لحمايته من اللصوص وقطعين الطرق العاديين مش النينجا يعني. بيقولوا انهم ممكن يرجعوا القريه ويلغوا المهمه دلوقتي بعد ما اكتشفوا انه خدعهم، وان المهمه مستواها عالي وما ينفعش نينجا مبتدئين يعملوها حتى لو معاهم نينجا محترف زي كاجاشي. وكمان ناروتو مصاب ولازم يخرجوا السم من جسمه، علشان كده مضطرين يرجعوا للقريه. ولما بيسمع ناروتو كلامه بيحس انه فاشل وعبء على الفريق بتاعه، وبيطلع السكينه بتاعته وبيفتح الجرح اللي في ايده علشان يطلع السم منه، وبيتصدموا من اللي عمله ناروتو، وبيقول له كاجاشي عاش ناروتو بس لو فقدت دم كتير برضه هتموت. بعدها بيكون الفريق السابع وتازونا راكبين مركب ومتجهين نحو قريه الامواج، وهما راكبين بيعرف كاجاشي من تازونا ان في راجل اعمال اسمه جاتو عاوز يقتله لانه بيبني جسر في القريه بتاعته، وبيهدد مصلحته الماليه في القريه، وفي نفس الوقت الجسر اللي هيبنيه ده هيقضي على الفقر في القريه، وعلشان جاتو يتخلص منه بيستاجر نينجا محترفين. اما عن السبب اللي خلاه يكذب عليهم في تفاصيل المهمه، فبيقول انه فقير ومعوش ثمن المهام عاليه المستوى. المهم بيقبل كاجاشي انه يكمل المهمه بالفريق اللي معاه ويحمي تازونا، وبيوصلوا لمينا وبيبداوا يتحركوا ناحيه بيت تازونا. وهم ماشيين فجاه بيهجم عليهم نينجا تاني، ولما بيجي ناروتو يهجم عليه بيمنعه كاجاشي، وبيقول له ان ده مستوى مختلف عن اللي قبلوه من شويه، وبيكون كاجاشي عارفه وعارف ان اسمه زابوزا وهو من قريه الضباب، وكمان زابوزا بيبقى عارف كاجاشي. المهم بيشيل كاجاشي الغطا من على عينه الشمال، وبتظهر عين الشارينجان، وهي عين نادره جدا بتمكن مستخدمها من نسخ وتقليد تقنيه وحركات اللي قدامه في نفس اللحظه، وليها قدرات تانيه كتير جدا. وبيبدا زابوزا انه يعمل تقنيه وبيخلي الضباب يملى المكان كله، وبعدين بيختفي. وفجاه بيظهر ورا كاجاشي عند تازونا ولسه هيهجم عليهم، ولكن بيجي كاجاشي بسرعه وبيضربه، وبنكتشف ان دي كانت مجرد نسخه مائيه من زابوزا، وان الحقيقي ورا كاجاشي. فبيضرب كاجاشي بسلاحه وبتيجي في الضربه فعلا، ولكن بتطلع دي كمان نسخه مائيه من كاجاشي بعد ما قرر ينسخ تقنيه زابوزا بالشارينجان. وبيجي كاجاشي الحقيقي وبيثبت زابوزا من وراه، فبتطلع دي كمان نسخه من زابوزا، وبيجي زابوزا الحقيقي من ورا كاجاشي وبيضربه ضربه بتخليه يطير في الميه، وبيروح ورا زابوزا وبيعمل تقنيه وبيحبس كاجاشي في سجن مائي. وبتروح احد نسخ زابوزا علشان تقضي على تازونا، وبيضرب ناروتو بيوقع رابطه النينجا بتاعته، وكاجاشي بيقول لهم انهم يهربوا من هنا لانهم مش هيقدروا يواجهوه. لكن ناروتو وساسكي مش بيسمعوا الكلام، وبيهجم ناروتو على زابوزا، لكن زابوزا بيضربه بس بيكون ناروتو قدر ياخد الرباطه بتاعته. المهم بيفكر ناروتو في خطه وبيرمي الشوركن لساسكي، فبيرميها ساسكي على زابوزا الحقيقي لكن بيقدر يمسكها، وبيكون في شوركن ثانيه كانت موجوده في ظل الشوركن الاولانيه رايحه ناحيه زابوزا، فبيقدر انه يتفاداها، لكن بتطلع الشوركن دي هي ناروتو نفسه اللي استخدم تقنيه التحول، وبيرمي ناروتو القناعي على زابوزا وبيجرحه في عينه، فبيخليه يسيب السجن غصب عنه ويحرر كاجاشي، وبيكون هيضرب ناروتو وبيمنعه كاجاشي من انه يضرب ناروتو، وبيبدا زابوزا يعمل اختام تقنيه وبيستخدمها كاجاشي بالشيرينجان، وبيصنعهم هما
الاتنين في نفس الوقت تنين مائي وبيهجموا على بعض وبيوقف كل واحد فيهم ضربة التاني. وبعدين بيكون كاجاشي بينسخ كل حركات زابوزا في نفس الوقت وبيبقى زابوزا هيتجنن من اللي هو شايفه. واللي بيجننه اكتر ان كاجاشي بيعمل تقنية كان لسه زابوزا بيفكر يعملها وبيقدر كاجاشي انه يغلب زابوزا، لكن بيجي شخص مقنع وبيقتل زابوزا بنفسه وبيصدم الكل. وبيقول كاجاشي ان الشخص المقنع ده بيبقى متعقب من قرية الضباب، والمتعقبين دول هم النينجا المهتمين يقضوا على النينجا اللي يهربوا من القرية بعد ما يكونوا عاشوا فيها طول حياتهم وعارفين اسرار القرية. وبتكون مهمة المتعقبين دول انهم يقتلوهم ويخلصوا من جثثهم تماما. فبياخد المقنع ده جثة زابوزا وبيمشي، وبيكونوا لسه هيكملوا رحلتهم، ولكن فجأة بيقع كاجاشي على الارض وبيفقد وعيه لانه استخدم الشيرينجان لفترة طويلة وده ارهقه. فبياخدوه على بيت تازونا، ولما بيصحى كاجاشي بيقول لهم انه شاكك ان زابوزا لسه حي لان المتعقبين اللي المفروض يحمل جثة بعد قتلها مش بياخدوا الجثة معاهم. وكمان المقنع ده ضرب زابوزا بشوية ابر، يعني مش سلاح خطير لدرجة انه يقتله يعني. فبيتصدموا كلهم وبيقولوا لكاجاشي انهم لازم يستعدوا ليه، وبياخدهم علشان يتدربوا على التحكم في الشاكرا بتاعتهم. الشاكرا دي بتبقى القوة الجسدية والروحية اللي بيستخدمها النينجا علشان يعمل تقنيات ويتحرك وكده. المهم بيبدأوا التدريب وبتتحسن قدرتهم مع الوقت. وبيقول كاجاشي لنفسه ان الشاكرا اللي عند ناروتو اكتر من اللي عند ساسكي واكتر من اللي عنده هو شخصيا. وبنروح بقى لزابوزا اللي بيكون عايش فعلا وبيرتاح علشان يسترد قوته، وبيكون مع المقنع اللي بيبقى المساعد بتاعه واسمه هاكو. وبيكون جاتو موجود معاهم وبيقول لزابوزا انه لازم يخلص على مهندس الجسور ده في اسرع وقت. وبعد ايام بيروح تازونا ومع الفريق اللي بيحميه علشان يطمن على الجسر، وبيسيبوا ناروتو نايم. ولما بيوصلوا بيلاقوا العمال اللي عند الجسر مقتولين، وبيتاكد كاجاشي ان زابوزا عايش فعلا. وفجاه بيبدا الضباب يملى المكان وبيظهر زابوزا وبيهجم عليهم بنسخ الميه، فبيقدر ساسكي انه يقضي على النسخ دي بكل سهوله. وبيبدا قتال بين هاكو وساسكي، وبيقدر ساسكي انه يجاري سرعه هاكو بل ويتفوق عليه كمان، وده بسبب تدريبات التحكم في الشاكرا. وبيقدر ساسكي انه يضربه ضربات قويه جدا تطيره بعيد، فبيقرر هاكو انه يقاتل بجديه، وبتظهر حواليه طاقه مرعبه جدا، وبيستخدم تقنيه الثلوج البلوريه وبيصنع مرايا من التلج، وبيدخل جوه واحد منهم وبيظهر على كل المرايا، وبيبدا انه يهجم على ساسكي بالابر، ومش بيقدر ساسكي يصد هجماته او حتى يهجم عليه. ولما بيحاول كاجاشي انه يروح ينقذه بيمنعه زابوزا، بيقول له ان الطالب بتاعه هيموت اكيد طالما هاكو استخدم التقنيه دي عليه. المهم بتكرر ساكورا انها تروح تساعد ساسكي، فبتاخد كوناي وبترمي ليه، لكن هاكو بيمسكها، وفجاه بيجي حد بيضرب هاكو بيخليه يخرج من المرايه، والشخص اللي عمل كده بيبقى ناروتو اللي بيقرر يدخل مع ساسكي علشان يساعده. ولما بيدخل بيقول له ساسكي انت متخلف يا ابني، ايه اللي جابك هنا؟ كان المفروض تحاول تهجم عليه من بره مش تدخل تتضرب معايا. فبيقول له ناروتو يا عم ما تدقش بقى هنتضرب مع بعض. وبيستخدم ساسكي تقنيه كره اللهب علشان يدمر المرايا، ولكن التقنيه دي مش بتنفع. وبيوجه هاكو ليهم ضربه قويه، فبيقرر ناروتو انه يستخدم تقنيه نسخ الظل، وبيعمل نسخ كتير جدا علشان يهجم بيها على هاكو ويعرف هاكو الحي فين من بين كل المرايا دي، ولكن هاكو بيخلص على كل النسخ دي في لحظه. وبعد محاولات كتير علشان يعرفوا طريقه تحرك هاكو، بيقدر ساسكي يسيبه اصابه بسيطه كده، فبيهجم عليهم هاكو بضربات مباشره. وبيكون كاجاشي مش قادر يغلب زابوزا اللي قدر يعرف طريقه عمل الشينجان، فبيعمل ضباب كثيف اكتر علشان كاجاشي ما يشوفش حاجه وبيختفي. وفجاه بيروح زابوزا يهجم على تازونا، لكن كاجاشي بيتصدى ليه، وبتيجي ضربه سيف زابوزا في كاجاشي، وبيتصاب كاجاشي، وبيقول له زابوزا انه يخلص عليه وهاكو هيخلص على تلاميذه، لكن كاجاشي بيقول له انه واثق في قدرتهم لان ناروتو اكتر نينجا مزعج ومليء بالمفاجآت في القريه. وساسكي من واحده من اكبر عشائر القريه، وهي عشيره الاوتشيها، واسمه بالكامل هو اوتشيها ساسكي. فبيتصدم زابوزا لما بيعرف وبيفهم ازاي ساسكي قدر يجاري سرعه هاكو في الاول. في الوقت ده بيفقد ناروتو الوعي بعد ما استنفس كل طاقته، وبيكون ساسكي قدر يفعل الشرينجان وبيستخدمها، فبيقدر يشوف تحركات هاكو بكل سهوله. فبيقرر هاكو انه يهجم على ناروتو، لكن بيجري عليه ساسكي علشان يحميه. ولما بيفوق ناروتو بيلاقي ساسكي واقف قدامه متصاب اصابات خطيره بعد ما اتصدى للضربه اللي كان بيوجهها هاكو لناروتو، وبيقع ساسكي على الارض وبيفتكر ناروتو انه مات. فبيقول له هاكو انه لازم يتعود يشوف اصدقائه بيموتوا قدام عينه لان دي حياه النينجا. وفجاه بيغضب ناروتو جدا، وبتظهر طاقه مرعبه حواليه، وبيتصدم هاكو من اللي بيشوفه، مش بيبقى مصدق اللي بيحصل وازاي فجاه بقى عنده كل الطاقه الكبيره دي. وبتبدا جروح ناروتو انها تشفى بسرعه، وفي الوقت ده بيحس كاجاشي بطاقه كبيره جدا، وبيفتكر في الاول انها ممكن تكون طاقه زابوزا، لكنه بيقول ان الطاقه دي اكبر من طاقته وطاقه زابوزا مع بعض. فبيعرف ان ناروتو خرج جزء من طاقه الكيوبي اللي جواه، وبيحاول هاكو انه يضرب ناروتو بالابر تاني، لكن المره دي مش بتاثر فيه، وبيتخلص منها في ثانيه، وبتزيد سرعته وقوته بشكل مرعب، وبيمسك هاكو وبيضربه ضربه
ضربه واحده بتطيره بعيد، لكن ناروتو مش بيسيبه، بيجري عليه علشان يوجه له ضربه قاضيه، ولكن في اللحظه الاخيره بيوقف ناروتو ضرباته بعد ما بيتكسر القناع اللي على وش هاكو، وبيكتشف ناروتو انه يعرف هاكو وانه شافه قبل كده لما كان بيتضرب في الغابه وقعد يتكلم معاه وحكى له عن حلمه. لكن ناروتو بيضربه بيقول له انت ليه شغال مع شخص زي زابوزا؟ فبيحكي له هاكو بيقول له انه لما كان صغير كان عايش حياه سعيده مع والده ووالدته في قريتهم، ولكن في يوم من الايام بعد ما اكتشف والده ان والدته عندها قدرات خاصه قرر يقتلها، وكان يقتله هو كمان لان القريه بتاعتهم قام فيها حرب اهليه، وكانوا شايفين ان كل اللي عندهم قدرات وراثيه خاصه مصدر تهديد ليهم. وفي الوقت اللي كان منبوذ فيه من الكل وخايف يظهر قدراته لانه كان ممكن يتقتل، زابوزا الوحيد اللي اهتم بيه وكان عاوز يظهر قدرته للعالم اللي كان بيخاف منها، وبيطلب هاكو من ناروتو انه يقتله لانه بقى غير مفيد لزابوزا. وفي الوقت ده بيقدر كاجاشي انه يستخدم تقنيه الاستدعاء وبيستدعي كلاب بتنجح في انها تعرف مكان زابوزا وبتمسكه، وبيقول كاجاشي لزابوزا انه هو اللي سمح ليه انه يجرحه بسيفه علشان تبقى ريحه دمه على السيف ويقدر يخلي الكلاب تحدد مكانه بعد كده. وبيستخدم كاجاشي تقنيه البرق وبيوجه ضربات مميته لزابوزا، لكن فجاه بيجي هاكو وبياخد الضربه بدل زابوزا وبيموت هو وبينقذ زابوزا، وبيستغل زابوزا الموقف ده وبيحاول يقتل كاجاشي بسيفه، ومش بيبقى فارق معاه انه يقطع جسم هاكو اللي ضحى بحياته علشان ينقذه. فبيوجه زابوزا ضرباته بالسيف لكاجاشي لكن بيتجنبه وبيحط جسد هاكو على الارض، وبيهجم زابوزا على كاجاشي تاني لكن بيضربه كاجاشي برجله. في الوقت ده بتجري ساكورا على ساسكي علشان تطمن عليه، ولما بتوصل بتلاقيه ميت على الارض فبتقعد تعيط جنبه، وبيكون كاجاشي قدر يسيب زابوزا بالقناي في دراعه ومش بيقدر زابوزا يستخدمه، وبيستخدم دراع واحد وبيحاول يهجم بالسيف اللي معاه على كاجاشي، لكن كاجاشي بيجي من وراه وبيضربه بالقناي في دراعه التاني ومش بيقدر يحرك اي دراع من دراعته ولا يمسك السيف بتاعه. وبيظهر جاتو اللي استأجر زابوزا علشان يقتل تازو ومعاه الرجاله بتوعه، وبيقول لزابوزا انه فشل في المهمه دي وبيعفيه منها، فبيعتذر زابوزا لكاجاشي وبيقول له ان قتالهم انتهى خلاص، وبيضرب جاتو جسد هاكو برجليه، فبيتعصب ناروتو بيجري عليه علشان يضربه لكن كاجاشي بيمنعه، وبيقول ناروتو لزابوزا انه يعمل حاجه وما يفضلش واقف كده لان هاكو ضحى بحياته علشانه. فبيقول له زابوزا انه كان بيستخدم هاكو كاداه للقتال بس زي ما كان جاتو بيستخدمه كاداه للقتال برضه، وانه ما كانش مهتم بهاكو لذاته بل لقدرته على القتال. فبيعيط ناروتو بيقول له انه هاكو كان بيحبه وبيعتبره ابوه، فبيتاثر زابوزا بكلام ناروتو مش بيقدر يمسك نفسه وبيبدا يعيط هو كمان، وبيطلب من ناروتو انه يرمي له الكوناي في بقه لانه مش هيعرف يستخدم ايده. بياخد زابوزا الكوناي وبيجري ناحيه جاتو ورجالته، فبيحاول رجاله جاتو انه يخلص عليه ويحمي زعيمهم منه، وبيفضلوا يضربوا زابوزا ويطعنوه في ظهره، لكنه بيضربهم وبيعدي منهم وبيوصل لجاتو وبيقتله، وبيبقى الكل مصدوم من اللي عمله زابوزا، لكن بيقع زابوزا على الارض بعد الجروح والضربات اللي خدها، وبنكتشف ان ساسكي لسه عايش، وبيفرح ناروتو لما بيعرف، وبيعرف كمان ناروتو ان هاكو ما كانش بيضربهم في مناطق حيويه مميته علشان ما يقتلهمش، وبيقول رجاله جاتو لكاجاشي انهم كده قطعوا رزقهم وعلشان كده هندخل القريه ونسرق كل اللي فيها، وبيبداوا فعلا يتحركوا علشان يهجموا عليهم ويسرقوا القريه، لكن فجاه بيجي اهل القريه ومعاهم اسلحه، وبيستخدم ناروتو تقنيه نسخ الظل هو وكاجاشي، فاول ما بيشوف رجاله جاتو الاعداء دي كلها بيهربوا بسرعه، وبيقول زابوزا لكاجاشي انه يحطوا جنب هاكو علشان يقدر يشوف وشه كويس، وبيشوف زابوزا وش هاكو بيبدا التلج يتساقط وبيموت زابوزا، وبيدفنوا زابوزا وهاكو جنب بعض، وبعد كده بيودع ناروتو والفريق اهل القريه وبيمشوا، وبيقرر تازونا انه يسمي الجسر بجسر ناروتو العظيم. وبعد الحادثه دي بايام بيطلع الفريق السابع مع كاجاشي في مهمات بسيطه زي العنايه بالحيوانات الاليفه غيرها، وبعد ما بيخلصوا المهمات بيسيبهم المعلم كاجاشي وبيمشي، ولما بيمشي ساسكي بتمشي ساكورا وراه وبتطلب منه انهم يخرجوا مع بعض شويه لكنه بيرفض، فبيقول لها ناروتو حصل خير يا ساكورا تعالي خرج معانا بقى وفكك منه، لكنها بترفض ناروتو، وبيجي من ورا ناروتو كرتونه مستطيله كده ملونه بلون الصخر على اساس ان ده تخفي وكده يعني، لكن ناروتو بيعرف انه كونهامارو، فبيطلع كونهامارو فعلا من الكرتونه ومعاه صديقه دون وصديقته موجي، وبيطلب كونهامارو واللي معاه من ناروتو انه يلعب معاهم لعبه النينجا، فبيوافق يلعب معاهم، وبتيجي ساكورا تقول له انت عبيط يا ابني هو في نينجا بيلعب لعبه النينجا؟ وبتفضل ساكورا تبص على ناروتو اللي بيبقى محرج منها، فبيساله كونهامارو اذا كانت ساكورا دي البت بتاعته، فبيقول له ناروتو ما شاء الله عليك يا ابني عندك قوه ملاحظه والله، وبيخلص ناروتو كلمتين من هنا وعينك ما تشوف الا النور، بيلاقي ساكورا بتديله على دماغه وبتطيره، فبيتعصب كونهامارو على ساكورا فبتضربه وكمان وبتمشي، لكن وهي ماشيه بتسمع كونهامارو بيقول عليها انها قبيحه وانها مستحيل تبقى بنت اساسا، فبتتعصب ساكورا اكتر من الاول وبتجري ورا ناروتو كونهامارو اللي بيخبط في واحد وهو بيجري، فبيمسكوا الشخص اللي خبط فيه ده وبيبقى هيضربه، فبيحاول ناروتو انه يمنعه وبيجري ناحيه الشخص ده لكن بيعمل
بيعمل الشخص ده تقنيه او حركه معينه كده بتخلي ناروتو يقع وهو بيجري قبل ما يوصله اساسا، وبتعتذر ساكورا للشخص ده وبتقول له انهم كانوا بيهزروا. وبنعرف من رابطه النينجا بتاعه الشخص ده والبنت اللي معاه انهم مش من قريه كوناه، وبيكون الشخص ده يستخدم سلاحه ويهجم على ساسكي، لكن فجاه بيقطعه صوت واحد وبيقول له انه يقف، وبيتفاجئ ساسكي بوجود الشخص ده جنبه لانه ما حاسش بحركته وهو بيجي، وبيبقى واضح ان مستواه متقدم جدا. اما الشخص اللي كان هيهجم على ساسكي اول ما بيشوفه بيسمع الشخص ده بيقول له يقف، بيخاف منه وبيسمع كلامه على طول، وبيعتذر الشخص اللي جنب ساسكي على اللي عمله زميله، وبعدها بيكون هيمشي هو وزميله. لكن وهم ماشيين ساكورا بتقول لهم ايه اللي جابكم قريتنا وانتم من قريه الرمل، فبتقول لها البنت انهم جم علشان اختبار مرحله النينجا المتوسط او التوشنين. ولما بيسمع ناروتو الكلام ده مش بيبقى عارف ايه هو الاختبار ده اصلا، لكن كونهامارو بيقول له انه لو نجح في الاختبار ده بيبقى نينجا متوسط بدل ما هو نينجا مبتدئ. ولما بيكونوا الشخصين دول ماشيين ومعاهم البنت بيسال ساسكي الشخص اللي ظهر جنبه على اسمه، فبيقول له ان اسمه جار، وبيسال جار ساسكي على اسمه وبيمشي. وبنروح للهوكاجي الثالث وبيكون قدامه مجموعه من النينجا المتقدمين زي كاجاشي والمتوسطين زي ايروكا. المهم الهوكاجي بيقول لهم ان اختبار مرحله النينجا المتوسط هيبدا الاسبوع الجاي، علشان كده بيطلب من المعلمين اللي بيدربوا النينجا مبتدئين انهم يتقدموا كام خطوه لقدام. فبيتقدم كاجاشي واثنين تاني معاه، واحده منهم اسمها كورياني والتاني اسمه اسوما، وبيسالهم الهوكاجي اذا كانوا هيرشحوا اي طالب من طلابهم الثلاثه علشان يخوض امتحان التوشنين. فبيبدا كاجاشي وبيقول انه هيرشح ناروتو وساسكي وساكورا علشان الاختبار، واول ما بيسمع ايروكا الكلام ده بيتصدم. وبتعرفنا كورياني باعضاء فريقها وهم هنياتا وكيبا وشينو، وبتقول يا كمان انها بترشح الثلاثه دول لخوض الاختبار. وبيجي دور اسوما اللي بيعرف اعضاء فريقه برضه وهم انو وشيكامارو وتشوجي، وبيقول انه بيرشح الثلاثه دول. فبيعترض ايروكا على ترشيح المعلمين لتسع طلاب دول لانهم لسه ما عندهمش خبره كافيه، وانه عارفهم كويس لانهم كانوا طلابه وما ينفعش يدخلوا الامتحان السنه دي. فبيقول له كاجاشي انه ما يتدخلش لان دول ما بقوش طلابه خلاص، وبيقول له كمان ان قدرتهم كويسه جدا وانه عارف هو بيعمل ايه. فبيروح كاجاشي يدي لطلابه بطاقات الترشيح للامتحان وبيقول لهم ان دخول الامتحان ده مش اجباري، ولو حد فيكم شايف انه مش مستعد يقدر ما يخشش. لكن بيقرروا الثلاثه انهم يدخلوا، بيروحوا المكان الامتحان في اليوم اللي بعده، وهناك بيقابلوا فريق نينجا مبتدئين من قريه كونا زيهم، وبيكون اسمهم روكلي ونيجي وتنتن. وبيسال نيجي ساسكي عن اسمه لكن ساسكي مش بيقول له، وبتاخد ساكورا ساسكي وناروتو معاها وبيمشوا، بس روكلي بيمشي وراهم وبيطلب من ساسكي انه يقتله علشان يختبر قوته. فبيقول له ناروتو انا عايز اقتلك، وبيجري عليه علشان يضربه لكن مش بيعرف وبيقدر ليه انه يتصدى لضربته بيخليه يفقد الوعي كمان. بعد كده بيبدا ليه وساسكي القتال، وبيكون ساسكي مش قادر يلمس ليه ولا يجاري سرعته ولا يتصدى ضربته حتى رغم استخدامه الشيرينجان، وده لان ليه بيستخدم القوى الجسديه العاديه اللي حتى لو قدر ساسكي يرصدها بعينه مش هيقدر يجاريها بجسمه. وبيكون ليه هيعمل حركه خاصه في ساسكي اسمها رقصه ظل الورق، لكن فجاه بتيجي سلحفاه وبتقف، وبيظهر بعدها فوق السلحفاه دي المعلم بتاع ليه واللي بيكون اسمه جاي، وبيقول له انه ما كانش ينفع يقاتل حد، وبيعاقبه بلاكما، وبعدين بيقعدوا الاثنين يبكوا ويحضنوا بعض. المهم بيروح ناروتو واللي معاه علشان يقدموا للاختبار، ولما بيوصلوا لباب الاختبار بيلاقوا المعلم كاجاشي اللي بيقول لهم انه فخور بيهم لانهم قرروا يدخلوا الامتحان كلهم، وانه لو كان واحد منهم رفض يدخل الامتحان ما كانش هينفع الباقي يدخلوا، وهو ما رضيش يقول لهم كده علشان ما حدش يختار يدخل غصب عنه. المهم بيدخلوا قاعه الاختبار، وهناك بيقابلوا فريق هنياتا وفريق انو، وبيبقوا الثلاث فرق واقفين مع بعض، وبيجي واحد اسمه كابوتو بيقول لهم انه خاض اختبار الشونن ده اربع مرات قبل كده وفشل، ودي المره الخامسه ليه، وبيقول لهم انه معاه كروت فيها معلومات عن الاختبار ده وعن المشاركين فيها. فبيطلب منه ساسكي انه يجيب له معلومات عن روكلي وجارا، فبيطلع كابوتو بطاقه ليه وبيقول لساسكي ان التايجستو او المهاره البدنيه عند ليه عاليه جدا، وكمان هو اكبر منهم بسنه، والفريق بتاعه فيه نيجي وتنتن. واما جارا فمش بيبقى فيه معلومات كتير عنه، لكن بنعرف انه عمل مهمات خطيره من مستوى متقدم ورجع منها بدون خدش واحد رغم انه يعتبر نينجا مبتدئ. المهم فجاه بيدخل القاعه واحد اسمه مورينو وبيقول الكل ان هو المسؤول عن الاختبار الاول واللي هيبقى اختبار ورقي، فبيتصدم ناروتو لانه فاشل في الاختبارات دي، وبيقعد كل النينجا في قاعه الامتحان وبيبقى معاهم ورقه فيها الاسئله لازم يجاوبوا عليها، وبيقول لهم مورينو على قوانين الامتحان، واول قانون بيكون ان كل فريق بيتحدد نجاحه او رسوب اعضائه بناء على درجات الاعضاء كلهم، ولو واحد بس من اي فريق جاب صفر الفريق كله هيفشل في الاختبار، وبيقول لهم كمان ان اللي هيتمسك وهو بيغش هيتخصم منه درجتين، ولو اتمسك اكتر من مره واتخصم منه درجات لحد ما بقى مجموعه صفر
كده برضو هيفشل هو وفريقه كله. وبيبدا الاختبار بيكون ناروتو مش عارف يعمل ايه، وحتى ساكورا وساسكي بيبقوا شايفين الاسئله صعبه جدا، لكن بيبدا كل اللي في القاعه يغشوا بدون ما حد يلاحظ، وكل واحد بيغش بطريقته الخاصه. اما ناروتو بيبقى قاعد مش عارف يحل حاجه، وحتى لما بتوريه ناتا ورقتها علشان يغش منها بيرفض يغش وبيعمل فيها الشريف وهو اصلا عبيط، وبيكون مش فاهم ان هدف الامتحان ده هو اختبار قدرتهم على جمع المعلومات بطريقه سريه، يعني لازم يغشوا بس من غير ما يتمسكوا. المهم بيخلص الوقت وبيكون ناروتو لسه محلش حاجه، وكمان عدد الموجودين في قاعه الامتحان قل بعد ما اتطرد منهم شويه لانهم كانوا بيغشوا. وبيقول مورينو للطلاب ان في سؤال اخير وهو هيقول لهم عليه دلوقتي، لكن في قوانين تانية للسؤال ده. اول قانون انك لو اخترت ما تجاوبش على السؤال هتفشل في الامتحان كله انت والفريق بتاعك. والقانون الثاني انك لو اخترت تجاوب على السؤال وجاوبت غلط هتفشل في الامتحان ومش هتقدر تدخله تاني للابد، وهتفضل نينجا مبتدئ. وبعد كده بيسال الموجودين وبيقول لهم اللي يختار ما يجاوبش على السؤال يرفع ايده، فبيرفع شويه ايديهم. فعلا بيبقى ناروتو قاعد مش عارف يعمل ايه، لانه لو رفع ايده هيخلي ساسكي وساكورا يفشلوا في الامتحان، ولو ما رفعش ايديه برضه هيفشل ويجاوب على السؤال غلط. المهم بتكون ساكورا لسه هترفع ايديها، لكن فجاه بيرفع ناروتو ايده وبيتصدم ساسكي وساكورا، لكنه بيضرب بايده على الترابيزه بيقول لمورينو انه مستحيل يختار الانسحاب وعدم الاجابه على السؤال. وبعد ما بيتاكد مورينو من عدد الناس اللي قعدت واختارت انها تجاوب على السؤال بيقول لهم كلهم انهم نجحوا في الامتحان الاول. ولما بتساله تيماري زميلة جارة في الفريق عن السؤال اللي كان هيقوله ليهم بيقول لهم ان مفيش سؤال اصلا، وانه كان عاوز يختبر قدراتهم على اخذ قرارات حاسمه وخطيره وفيها تضحيه لان هي دي حياه النينجا. وفجاه بتقطع كلامه وبتدخل من الشباك المسؤول عن المرحله الثانيه من الاختبار واللي اسمها انوكو، وبتقول لهم انهم هيبداوا المرحله الثانيه بكره، ويروحوا في اليوم اللي بعده المكان المرحله الثانيه من اختبار الشونن واللي بتبقى منطقه خطيره جدا اسمها غابه الموت، وبتحذرهم انهم ممكن يموتوا في الاختبار ده، علشان كده اللي عاوز ينسحب ينسحب دلوقتي لان لما الاختبار يبدا ويدخلوا الغابه مش هينفع ينسحبوا. فبيقولها ناروتو انه مش خايف من الاختبار ده ولا الغابه دي، وبترمي انكو كوناي ناحيه ناروتو وبتجرحه في وشه، وبتروح تقف وراه وفجاه بتيجي واحده من وراها وبتديها الكوناي بتاعها. بعدها بتشرح ليهم شكل الغابه وبتقول لهم من الغابه ليها 44 بوابه، وفي برج في منتصف الغابه المسافه بينه وبين كل بوابه هي 10 كيلو، وبتقول لهم كمان ان مده الاختبار هي 5 ايام، واللي المفروض يعملوه علشان ينجحوا هو انهم يبقى معاهم لفافه الارض ولفافه السماء ويروحوا بيها على البرج في منتصف الغابه. وكمان بتقول لهم ان عدد الفرق الموجوده منهم هو 26 فريق، علشان كده تدي 13 فريق لفافه الارض وال13 الباقيين هياخدوا لفافه السماء، والمفروض ان كل فريق يلاقي اللفافه اللي ناقصاه ويقاتل الفريق اللي معاه اللفافه علشان ياخدها منه. وبتقول لهم انهم ما يحاولوش يفتحوا اي لفافه من اللفافات طول الاختبار. وبعد ما بتخلص بياخد كل فريق اللفافه بتاعته وبيدخل كل فريق الغابه من بوابات معينه. وبعد ما بيدخل ناروتو اللي معاه بيكون ناروتو عاوز يدخل الحمام وبيروح يعملها ورا شجره. وبعد ما بيرجع بيضربه ساسكو بيقول له مش ناروتو الحقيقي لان الجرح اللي كان في وشه مش موجود، فبيطلع فعلا مش ناروتو الحقيقي وبيكون نينجا ربط ناروتو وخد شكله. وبيبدا النينجا ده انه يهجم على ساسكي، لكن ساسكي بيستخدم تقنيه كره اللهب، بس بيقدر النينجا ده انه يفلت منها وبعدين بيرمي كوناي على ساسكي، وبيجي من ورا ساسكي وبيثبته بالكوناي، لكن فجاه بيجي ناروتو بيرمي كوناي على النينجا ده وبينكس ساسكي منه، وبيتحكم ساسكي في الكوناي بالتشاكرا اللي في رجله وبيرميها على النينجا ده اللي بيتفاداها، لكن بيوجه له ساسكي ضربه مباشره بالكوناي وبعدها بيهرب النينجا ده. وبعد كده بيتفق ساسكي وناروتو وساكورا انهم يعملوا كلمه سر معينه علشان لو اتفرقوا عن بعض تاني يسالوا بعض عن كلمه السر، واللي مش هيقولها صح مش هيسكوا فيه مهما كان. وبيقول ساسكي كلمه سر وبتبقى طويله، فبيطلب منه ناروتو انه يعيدها تاني علشان ما حفظهاش. وفي الوقت ده بيجي هجوم عليهم فبيتفرقوا، ولما بيرجع ناروتو لساسكي بيساله ساسكي عن كلمه السر، فبيقول ناروتو كلمه السر صح، فبيضربه ساسكي بالكوناي ويقول له انه مش ناروتو لان ناروتو الحقيقي مستحيل يحفظ كلمه سر معقده زي دي. وبيطلع فعلا مش ناروتو، وبنكتشف ان هو البنت اللي ادت الكوناي لانكو قبل كده، وبتستخدم البنت دي تقنيه من تقنيات الوهم وبتوهم ساسكي وساكورا انهم بيموتوا. وبعد الوهم اللي بيشوفوه ده بيبقى ساسكي خايف ومش قادر يتحرك، وساكورا كمان بتبقى مصدومه وبتعيط، فبتهجم عليهم البنت دي وبتكون هتقتلهم، ولكن بيقدر ساسكي انه يجرح نفسه بالكوناي علشان يفوق من الالم ويقدر يتحرك وينقذ نفسه هو وساكورا. بعدها بيستخبوا هما الاثنين، وبيجي تعبان كبير فجاه من وراهم وبيهجم عليهم، فبيضربوا ساسكي بالتشوكرين وبيقتله. وبعد ما بيموت التعبان فجاه بتخرج منه البنت اللي كانت تقتلهم من شويه وبتحاول تهجم على ساسكي. وفي الوقت ده بيكون ناروتو لوحده بيهجم عليه تعبان
تعبان كبير وبيبلعه، لكن بيقدر ناروتو انه يستخدم تقنية نسخ الظل وهو في بطن التعبان وبيخلص عليه وبيحرر نفسه. وبعد كده بيروح ناروتو لساسكي وبيرمي الكوناي على البنت اللي بتحاول تهجم على ساسكي وبيمنعها من الهجوم عليه، وبيعتذر ناروتو لساسكي وساكورا لانه اتأخر عليهم. بنشوف بقى ناروتو بيوصل علشان ينقذ ساسكي وساكورا من الشخص اللي بيهجم عليهم، فبيقول له ساسكي انه يجري من هنا لان الشخص ده قوته اعلى من اي حد، ولو ناروتو فضل هنا هيموت هما الثلاثه، ولكن ناروتو مش بيوافق على الانسحاب ابدا. المهم ساسكي بيفكر في حل المشكله اللي هما فيها، فبيقرر انه يستسلم ويسلم اللفافه الخاصه باختبار الشونين للشخص ده علشان يسيبهم ويمشي. فبيرمي ساسكي اللفافه لكن ناروتو بيلحقها بسرعه قبل ما توصل له، وبيضرب ساسكي وبيقول له ان مفيش مجال للاستسلام ولا للخوف، لان مفيش ضمان ان الشخص ده لو اخذ اللفافه منهم هيسيبهم احياء. وفعلا ناروتو بيبقى معاه حق وبيهجم على الشخص ده بسرعه قبل ما يهجم عليه هو الاول، ولكنه بيستدعي تعبان كبير جدا قبل ما ناروتو يلمسه. في الوقت ده بيكون المراقبين بتاع الاختبار واقفين بيتفحصوا جثث 3 اشخاص لقوهم، وبيروح واحد منهم يبلغ القائده انكو بالخبر وبيطلب منها تيجي تشوف الجثث. فبتروح معاه وبتكتشف حاجه غريبه جدا، وهي ان الجثث الثلاثه ملهمش ملامح وكان وشوشهم دابت. فبتفهم انكو ان في شخص معين هي عارفاه كويس جدا دخل قريه ورق الشجر وتسلل الاختبار من غير ما حد ياخد باله، يعني بالرغم من انه ممنوع من دخول القريه اصلا. وبتطلب من المراقبين اللي معاها صور الثلاث اشخاص دول، والمفاجاه الاكبر ان واحده من الصور دي بيبقى فيها نفس الشخص اللي بيقتل ناروتو في غابه الاختبار دلوقتي. المهم انكو بتفهم ان الموضوع خطير جدا، فبتطلب من المراقبين انهم يبلغوا الهوكاجي زعيم القريه بالموضوع، وكمان يبعتوا كذا مراقب للغابه وهي تروح هناك بنفسها تدور على الشخص ده. وبنرجع لناروتو اللي بيضربوا التعبان بديله وبيحاول انه ياكله، ولكن فجاه عين ناروتو بتبقى حمراء جدا وبيبدا انه يضرب التعبان بقوه خلت الكل يستغرب، ولكن الضرب مش بيأثر في التعبان بشكل كبير، وفي الاخر بينفخ الشخص اللي فوق التعبان نار على ناروتو فبيوقعه. وبعدين بيجي دور ساسكي انه ينضرب شويه، فبيهجم على التعبان وواقف زي التمثال مش بيتحرك، لكن على اخر لحظه بيجي ناروتو يوقف هجمه التعبان ويحمي ساسكي وبيقول له انه ما اتعودش انه يشوفه جبان كده. واول ما بيخلص ناروتو كلامه بيمسك الشخص اللي فوق التعبان بلسانه الطويل وبيرفعه لفوق، وبيظهر ان الشخص ده عارف حكايه ناروتو وان جواه محبوس ثعلب بذيول التسعه او الكيوبي، وده سبب في القوه الكبيره اللي بتظهر عليه فجاه. فبيعمل الشخص ده تقنيه بايده بيضرب بيها بطن ناروتو علشان يحبس طاقه الكيوبي كويس، وبعدين بياخد اللفافه من ناروتو بيرميه بعيد وهو فاقد الوعي، فبتلحقه ساكورا وبترمي عليه كوناي علشان تعلقه في الشجره لما يقع على الارض، وبتصرخ ساكورا لساسكي علشان يتحرك زي ناروتو ويبطل خوف، فبيأثر صياحها في ساسكي وفعلا بيسترجع شجاعته وبيشعل الشرنجان. وهنا بيعجب بيه الشخص اللي فوق التعبان ده وبيقرر انه يختبر قدره ساسكي راجل لراجل، فبيمشي التعبان وبتبدا المعركه، وبيهجم ساسكي بكل قوته عليه لكن بتبقى قدرته وسرعه الاثنين متساويه في البدايه، وبعدين بيزود الشخص ده سرعته جدا وبيهجم على ساسكي، لكن بيقدر يتفادى الهجمه وبيردها بهجمه اقوى، فبيستخدم تقنيه نفخ اللهب لكنها مش بتاثر في خصمه اللي بيحاول يهجم على ساسكي بسرعه، لكنه بيبعده عنه وبيبهره بقوته، وبتفشل المحاوله الثانيه للهجوم على ساسكي، فبيمسك ساسكي الشخص ده وبينزل بيه الارض، وبيفتكر انه خلاص كده خلص عليه، لكن بيكتشف انه استخدم تقنيه الاستبدال، وبيهرب ساسكي بعد ما بيلاقي سكاكين بتتحدف عليه، لكن الشخص ده طلع مخطط لكل حاجه، وبيقابل ساسكي بكام ضربه كده لحد ما بيقع على الارض، وبيبقى لسه هيحاول يقتل ساسكي لكنه طلع مخطط لكل حاجه وحاطط متفجرات صغيره في ظهر الشخص ده، فبتنفجر فيه وبيقوم ساسكي، وبيحوط الشخص ده بخيوط كتير وبيكتفه في شجره، وبيستخدم تقنيه نفخ اللهب بقوه اكبر من اللي فاتت، فبتاثر في الشخص ده اخيرا لكن يعتبر اتخدش مش اكتر، وظهر جزء من وشه الحقيقي بدل وش الشخص اللي قتله اخد وشه. المهم ساسكي بيكون جاب اخره خلاص بعد الهجوم ده، وساكورا واقفه تطمن عليه، فبيقطعهم الشخص ده بعدها بيفك نفسه من الخيوط وبيستخدم تقنيه تشل حركتهم هما الاثنين، وبيقول الشخص ده لساسكي انه منبهر بقدرته على استخدام الشرنجان بمهاره في السن الصغير، وكمان بيقول له ان قدره الشرنجان اللي عنده اعلى من قدره اخوه ايتاشي. فلما بيسمع ساسكي اسم اخوه بيسال الشخص ده عن اسمه، فبيقول له ان اسمه اوروتيشيمارو، وبيطلع اللفافه وبيبدا يحرقها، وبيكمل كلامه لساسكي وبيقول له لو كنت عاوز تشوفني تاني لازم تعدي من الاختبار ده وتغلب اتباعي اللي هم ثلاثي قريه الصوت، وبيعمل تقنيه وبيروح يعض ساسكي في رقبته، وبعدين بيمشي وبيقول ان العضه دي هديه صغيره لساسكي وان ساسكي اكيد هيدور عليه في المستقبل علشان ياخد منه قوه. بعدها ساسكي بينهار من الم العضه ومش بيقدر يقف على رجله وبيفقد الوعي، وبكده بيبقى ساسكي وناروتو فاقدين الوعي هما الاثنين، وساكورا هي المسؤوله عن حمايتهم ورعايتهم لحد ما يفوقوا. وبنروح لانكو اللي بتلاقي اوروتوشيمارو اخيرا وبتقول له انه مجرم خطير ومطلوب وانها هتخلص عليه حتى لو ده كلفها حياتها. بعدين بيهجم عليها بلسانه وبيمسك دراعها، فبتهجم عليه بدراعها الثاني وبتجيبه لحد عندها وبتثبته عند الشجره، بعدين بتمسك ايده بايديها وبتعزز الكوناي فيها، بعدها بتمسك ايده الثانيه، فبيفهم ان انكو هتستخدم تقنيه تقتلهم
هما الاثنين مع بعض، لكنه بيكون استخدم تقنيه الاستبدال وبيظهر ورا انكو وبيشيل الوش اللي اخده، وبيظهر وشه الحقيقي اخيرا وبيشيل حركه انكو. بعدها بيمسك الكوناي اللي بترميها عليه وبيقرب منها، فبتساله اذا كان جه القريه علشان يغتال الهوكاجي، فبيقول لها للاسف ما عنديش رجاله تكفي ان قتله حاليا. واثناء كلامهم بتنهار انكو اكتر، وبيظهر على رقبتها نفس العلامه اللي ظهرت على رقبه ساسكي لما عضه، وبيقول لها انه من شويه ادى ولد من الاولاد اللي في الاختبار نفس الختم اللي على رقبتها لانه محتاجه فعلا. فبتقول له انكو كده كده الولد ده هيموت، فبيرد عليها ويقول لها انه فعلا بنسبه كبيره هيموت، لكن ممكن يبقى محظوظ زيها وما يموتش، وكمان هو ولد مميز وقوي لانه من عشيره الاوتشيها. بعدها بيمشي اوراتشيمارو بيهددها انهم لو لغوا الاختبار هتكون نهايه قريه ورق الشجر. في الوقت ده بيكون فريق ليو وتنتن ونيجي قاعدين بيتفقوا هيعملوا ايه، وبيقول نيجي انهم لازم يتفرقوا ويدوروا على باقي الفريق بعدين يرجعوا لنفس المكان سواء لقوا فريق او ما لقوهوش. وبنروح لانكو اللي بتبقى قاعده لوحدها بعد معركتها المرهقه، ولما بيهجم عليها حيوانات مفترسه بتكون مش قادره تهجم عليهم، ولكن بينقذها اتنين مراقبين. ولما بيوصلوا ليها بيشوفوا الختم اللي على رقبتها وبيعرفوا ان اوروتشيمارو كان موجود، وبيقولوا انهم لازم يوقفوا الاختبار لان القريه كلها بقت في حاله خطر، لكن انكو بتقول لهم انهم ما يعملوش كده ويبلغوا بس الهوكاجي بوجود اوروتشيمارو ويطلبوا منه الحضور، وهي هتبلغه وهتبلغهم بكل التفاصيل. في الوقت ده بتكون ساكورا قاعده مع ناروتو وساسكي وبيراقبهم نينجا قريه الصوت اللي تبع اوروتشيمارو، وبيكون معاهم اوامر انهم يهجموا على ساسكي في الصبح ويقتلوا اي حد يتدخل ويحميه. المهم ساكورا بيغلبها النعاس فبتنام وهي بتعتني بالاثنين دول. بعدين بيفوق ناروتو بيشكر ساكورا لانها اخذت بالها منهم، وبيفوق بعده ساسكي كمان، لكن فجاه بيظهر اوراتشيمارو بعيد وبتشوفه ساكورا بس بيتحول لتعبان وبيهجم على ناروتو وساسكي، ومش بتقدر ساكورا تتكلم علشان تحذرهم، ولكن بيطلع كل ده حلم. وبتصحى ساكورا من النوم بعدين بتلاحظ حركه جايه من بعيد من الاشجار، فبتمسك الكوناي وبتستعد، لكن في الاخر بيطلع سنجاب، ولما بيقرب منها اكتر بترمي عليه الكوناي علشان يبعد. فبيفتكر نينجا قريه الصوت اللي مستخبين وسط الشجر ان ساكورا اخذت بالها من الورقه المتفجره على ظهر السنجاب، فبيقرروا يخرجوا لها بنفسهم ويطلبوا منها تصحى لهم ساسكي علشان يضربوه شويه. فطبعا ساكورا مش هتسيبهم يلمسوه، بتجهز نفسها علشان تسحب الكوناي، وقبل ما يبداوا بالهجوم عليها بيلاحظ واحد منهم ان في فخ ساكورا عملته ليهم، فمش بيقع فيه بيهجم عليها، لكن ساكورا كانت عامله حسابها في فخ تاني صدمهم، او ده اللي كنا فاكرينه لانهم حطموا جزء الشجر اللي جاي عليهم في الثانيه، ولسه هيجم على ساكورا ام جيلي فجاه وصد هجمتهم. وبتستغرب ساكورا من وجود ليه لانه مش في نفس الفريق، والمفروض انهم ينافسوا بعض علشان يكسبوا مش يحموا بعض، فبيقول لها انه وعدها انه يحميها ولازم ينفذ وعده. المهم بيهجم عليه واحد من نينجا قريه الصوت، لكن مش بيرضى يقرب منه لانه عارف ان في خدعه في الهجوم بتاعه، فبيكتفي بصد الهجوم بجزء شجره يتحمي منه. في الوقت ده بيكون فريق اينو وتشوجي وشيكامارو بيدوروا على فريق اضعف منهم علشان يغلبوهم وياخدوا منهم اللفيفه، وبيقول شيكامارو لاينو ان مفيش فريق اضعف منهم غير فريق ناروتو وساسكي. فبتتعصب اينو لما بيجي سيره ساسكي الكراش بتاعه وكده، وبتقول ان ناروتو وساكورا ما يقدروش على القتال لكن ساسكي قوي. المهم وهما بيتكلموا بيسمعوا صوت صاحبهم تشوجي من فوق الشجره وبيقول لهم كلام اينو الصح طبعا، انا حتى شايف ساسكي فاقد الوعي هناك وساكورا هي اللي واقفه تقاتل وتحميه. وبنروح لتنتن ونيجي اللي بيكونوا راجعين للنقطه اللي اتفقوا عليها بعد البحث عن الفريق، لكن بيلاقوا ليه لسه ما رجعش، فبيخافوا لا يكون بيواجه فريق لوحده وبيروحوا يدوروا عليه. وهما في الطريق بيفتكروا نيجي لما قدر يتعلم تقنيه قويه جدا ما حدش منهم قدر يتعلمها غيره، وهي تقنيه اللوتس اللي قالها المعلم جاي، انها تقنيه محرمه لانها بترهق جسده جدا وما ينفعش يستخدمها غير في وقت الضروره لما يكون بيدافع عن شخص مهم بالنسبه له. وبنرجع تاني لساكورا وليه اللي بيقرر فعلا انه يستخدم تقنيه اللوتس دي، فبيجهز نفسه ولما بيهجم عليه نينجا قريه السود بيختفي ليه من قدامه، وبيظهر تاني فجاه وبيضرب برجله لدرجه انه بيطيره لفوق، لكن مش بيسيبه برضه وبيطلع فوق وراه وبيربط جسده وبيمسكه وبينزل بيه على الارض بسرعه جدا علشان ينفذ تقنيه اللوتس اللي هتخلص على خصمه. لكن واحد من نينجا قريه السود بيلحق صاحبه قبل ما ينزل على الارض، وبيستخدم تقنيه تخلي الارض اللي هينزل عليها زميله ناعمه علشان ما يتاذيش، وبيقوم نينجا قريه السود فعلا بعد التقنيه اللي ما اثرتش فيه كتير وعلى العكس ارهقت ليه جدا وبقى مش قادر يتحرك، فبيستغل خصمه الفرصه وبيهجم عليه هجمه بتخليه يفقد توازنه اكتر وتشوش رؤيته، وده باستخدام الصوت، يعني هجمات النينجا ده مش لازم تلمس خصمه بشكل مباشر. المهم بيروح نينجا قريه الصوت يهجم على ساكورا، لكن بيقوم ليه بسرعه رغم انه مش قادر يتحرك علشان يدافع عنها، لكن هجمه ليه مش بتاثر في خصمه اللي بيرد الهجمه بدراعه اللي بيطلع بيه موجات صوتيه عاليه جدا، فبيسد ليه الهجمه وبيحمي ودانه بدراعه، لكن خصمه بيتحكم في الصوت وبيخليه يروح لودنه الثانيه، فبيقع ليه على الارض ومش بيقدر يتحرك تماما. وطول الوقت ده بتكون اينو واللي معاها قاعدين ورا الشجره بيتفرجوا على اللي بيحصل لزمايلهم ومش عارفين يعملوا ايه وخايفين يتدخلوا. المهم القتال بيستمر وبتحاول ساكورا انها ترمي نجوم نينجا او كوناي على نينجا الصوت،
لكن مفيش فايدة. وفجأة بتيجي البنت اللي معها نينجة الصوت من ورا ساكورا وبتمسكها من شعرها وبتقول لزميله انه يقتل ساسكي قدام البنت دي. فبتبدأ ساكورا انها تعيط بسبب عجزها عن حماية اصدقائها في الوقت اللي بيتقدم فيه نينجة قرية الصوت ناحية ساسكي علشان يخلص عليه. بعدها بتخلص ساكورا عياط وبتطلع كوناي وبتقول البنت اللي ماسكة شعرها ان ده مش هيأثر فيها. لكن ساكورا بتبقى عندها خطة تانية غير انها تضربها بالكوناي وهي انها تقص شعرها للبنت ماسكاه والكل بيبقى منبهر بالموضوع. وبتبدأ ساكورا تفكر لما كانت دايما بتحتاج لحماية ساسكي وناروتو وانها مش بتقدر تعمل حاجة من غيرهم، لكن بتقول خلاص جه الوقت اللي هتغير فيه واحميهم انا بنفسي. وبتستخدم ساكورا تقنية الاستبدال، فلما بتهجم عليها البنت اللي كانت ماسكة شعرها بتبقى هجمت على جذع الشجرة وبتكون ساكورا الحقيقية بترمي على نينجة قرية الصوت الكوناي اللي بيصدهم وبيرجعهم ناحية ساكورا مرة تانية. لكنها بتكون استخدمت تقنية الاستبدال تاني وبتظهر فوق النينجا ده، فبيفتكر انها استخدمت تقنية الاستبدال مرة تانية فبيرمي عليها كوناي وبيدور على ساكورا الحقيقية. ولكن المفاجأة ان دي كانت ساكورا الحقيقية فعلا وهجمت عليه بالكوناي في دراعه وعضته في دراعه التاني، والكل كان مصدوم فبيحاول يتخلص منها وبيضربها علشان تسيبه. وإينو واللي معاه قاعدين يتفرجوا. بعدها بتفتكر إينو كل ذكرياتها مع ساكورا لما كانوا صغيرين وبتقرر انها لازم تتدخل هي واللي معاها علشان تحميها. وفعلا بعد ما ننجت قرية الصوت بيتخلص من ساكورا وبيقوم يستعد للهجوم عليها، فجأة بتظهر إينو وشيكامارو وتشوجي وبيقفوا قدام ساكورا علشان يحموها. ولكن شوجي بيكون خايف في الاول وعاوز يهرب، فبيتريق عليه واحد من نينجا قرية الصوت وبيقول انه تخين. واول ما بيسمع تشوجي كلمة تخين دي بينفجر من الغضب وبيعلن الحرب بين كرة ورق الشجر وقرية الصوت. وبتبدأ المعركة وبيستخدم تشوجي تقنية بتخلي حجمه اكبر وشكله زي الكرة علشان يأكد لنا انه مش تخين وكده. المهم بقى بتتدحرج الكرة التخينة دي اقصد تشوجي ناحية نينجا قرية الصوت اللي بيحاول يسد كتلة اللحم اللي جاي عليه، لكن مش بيعرف. وفجأة بيغير تشوجي الخطة وبينط وبينزل على نينجا قرية الصوت من فوق وهو واقف ومش عارف يتصرف ازاي. وبيحاول زميل نينجا قرية الصوت ان ينقذه ولكن شيكامارو بيوقفه بتقنية الظل اللي بتخليه يتحكم في حركة خصمه، وبيقدر النينجا التاني انه يتجنب ضربة تشوجي. المهم مش بيبقى فاضل غير البنت اللي من قرية الصوت، فبتتصرف معاها اينو وبتستخدم تقنية تبديل العقل وبتخلي وعيها وعقلها ينتقلوا لجسم البنت دي وبتبقى هي المتحكمة فيه. فبتهدد نينجا قرية الصوت انها هتقتل زمايلهم لو ما استسلموش، لكن نينجا قرية الصوت بيهجم على زميلته عادي. وكمان تشوجي بيبقى مش عارف اينو دخلت في جسم البنت دي وبيهجم عليها ازاي. وهنا بنكتشف ان اي حاجه هتحصل لجسد البنت اللي دخلته اينو هتحصل لاينو نفسها برضو، لان جسد اينو بدا ينزف بعد الضربه دي. ولان هدف نينجا قرية الصوت الاساسي هو ساسكي مش الاختبار، فمش بيبقى عندهم اي مشكله انهم يقتلوا زميلتهم طالما اي حاجه بتحصل بتاثر في جسد اينو. لكن بيقطع العركه دي نيجي وتنتن اللي بيظهروا فجاه، ولما بيشوفوا زمايلهم اللي فاقدين الوعي بتعصب نيجي جدا وبيهدد نينجا قرية الصوت انهم لو حاولوا يتحركوا بس هيهجم عليهم. لكن فجاه بيحس نيجي بتشكار كبير جدا في المكان اللي هي قوه، فبيقول لهم ان مفيش داعي انه يتدخل. وبتكون دي التشكار بتاعه ساسكي اللي لسه فاقد الوعي وبيحلم باللي بيحصل لعشيرته لما كان صغير، وبيشوف نفسه وهو صغير وبيقول انه لو كان بس عنده القوه الكافيه كان هيقدر يحميهم. وفجاه بيشوف ساسكي وش اوراتشيمارو وهو بيكلمه بعد ما كان وش ساسكي نفسه وهو صغير، وبيفوق ساسكي بعدها اخيرا والتشكار عنده زاد جدا بشكل مخيف وصادم لكل اللي حواليه واولهم ساكورا اللي بيسالها ساسكي اول ما بيفوق جسمه منتشر فيه ختم اوراتشيمارو عن الشخص اللي عمل فيه كده. فبتبقى ساكورا قلقانه عليه لما بتشوف الختم اللي منتشر على جسده كله، لكن بيطمنها وبيقول لها ان اوراتشيمارو عطاه كل القوه دي وانه محتاج القوه في رحلته للانتقام من اللي قتل عشيرته مهما كانت ثمنها. المهم بيقول واحد من نينجا قرية الصوت لساسكي ان هو اللي عمل كده في ساكورا ومش بيبقى خايف منه، لكن زميله بيبقى خايف جدا وعارف مقدار القوه اللي عند ساسكي حاليا. وفي وسط ما الدنيا والعه بيهرب شيكامارو وتشوجي وبينادوا على اينو علشان تخرج من جسد البنت اللي هي فيه، لان الوضع اصبح خطر جدا. وفعلا بيبدا نينجا قرية الصوت انه يهجم باقوى هجمه عنده على ساسكي وساكورا علشان يخلص عليهم بسرعه، وبيفتكر انه عملها فعلا لكن ساسكي بيصدمه بضربه من وراه بتطيره بعيد وبيقع على الارض. بعدين بيستخدم ساسكي تقنيه نفخ اللهب لكن خصمه بيقدر يطفيها، والمفاجاه ان النار كان فيها نجوم نينجا اصابت خصم ساسكي. ومش بس كده، ساسكي بيظهر فجاه قدام خصمه وبعدين بيلف وراه وبيمسكه من دراعه وبعدين بيكسر هولو، والكل بيكون مصدوم من عنف وقوه ساسكي اللي بيكون في طريقه لاخر نينجا من قرية الصوت علشان يخلص عليه. لكن ساكورا بتجري تحضن ساسكي وبتعيط علشان توقفه، وفعلا بتخليه يهدى والختم بيتلاشى من جسده وبيرجع زي ما كان. وفي النهايه بيقرر نينجا قرية الصوت انه يستسلم ويدي لهم اللفيفه وياخد زمايله ويمشوا. وبعد ما بتهدأ الاوضاع بيروح تشوجي وشيكامارو علشان يصحوا ناروتو، فبيضربوا على راسه ولما بيفوق بيستغرب من قصه شعر ساكورا، وكمان بيبقى مش عارف سبب وجود
كل الناس دي حواليه، لكن محدش بيقول له على اللي حصل. وبتاخد تنتن ليه وبتقف، بعدين بتيجي ساكورا وبتشكر ليه، وبتروح لفريق هيناتا وكيبا وشينو ومعاهم الكلب اكامارو اللي بيكون خايف من اللي شافه من شويه. وبنرجع للوقت اللي كانوا فيه مع بعض ورايحين للبرج بتاع الاختبار بعد ما بقى معاهم اللفافتين. ولما بيحس اكامارو بوجود ناس في طريقهم بيقفوا كلهم وبيطلب كيبا من هيناتا انها تستخدم عيون البياكوجان علشان تشوف مين الاشخاص اللي قدامهم على بعد كيلومتر. وبتقدر هيناتا انها تشوف شخص واحد، لكن شينو بيقول لها ان في 6 اشخاص هناك، فبيقرر كيبا انهم يروحوا للاشخاص دول ويستكشفوا الوضع. ولما بيوصلوا بيكون اكامارو خايف جدا، فبيقول كيبا ان اكامارو بيقدر يشم الشكار بتاعت الاشخاص، لكن عمره ما شافه خايف كده بالشكل ده لما شم شكمار حد، فاكيد الاشخاص اللي قدامنا دول غير عاديين. وبيكون الاشخاص دول هم فريق جاره من قريه الرمل، وقدامهم فريق من قريه المطر. وبيبقى فريق قريه المطر واثق من نفسه وشاف جاره واللي معاه مجرد اطفال، لكن جاره اللي هو بيقول عليه الطفل ده بيبقى متعطش للدماء وعاوز يقتلهم حتى لو معهمش اللفافه اللي هم عاوزينها، لان اي حد بيقابله لازم يموت زي ما قال. طبعا نينجا قريه المطر فاكرينه بيهزر وكده، فبيبدا واحد منهم القتال وبيستخدم تقنيه امطار الابر على جاره، وبيفتكر انه خلص عليه، لكن الواقع بيصدمه لما بيلاقي ان جاره ما اتخدش اصلا بسبب درع الرمل اللي بيحميه من اي هجمه تلقائيا. ولما بيحاول يهجم على جاره مره ثانيه بيستخدم جاره تقنيه تابوت الصحراء، وبيخلي الرمل يحوط جسد خصمه كله وبيرفعه، بعدين بيخلص على خصمه وبيقلبها امطار دم والكل بيبقى مصدوم. ولما بيشوف نينجا قريه المطر اللي حصل لزميلهم بيسلموا اللفافه اللي معاهم علشان جاره يسيبهم احياء، لكنه بيقتلهم زي زميلهم برضه. وبعد كل اللي حصل ده بيهرب كيبا واللي معاه قبل ما يتقتلوا هما كمان. وبنرجع للوقت الحالي وكيبا واللي معاه مستنيين انتهاء وقت الاختبار داخل البرج بعد ما بقى معاهم اللفافتين. وهما واقفين بيلاقوا جاره وفريقه دخلوا عليهم البرج، وبقى واضح انهم كانوا موجودين قبلها. في الوقت ده بتكون انكو معاها 2 من المراقبين قاعدين في غرفه المراقبه بتاعه البرج، وبيتكلموا عن الغاء الاختبار بسبب خطر اوراتشيمارو. وهم قاعدين بيدخل عليهم مراقب تاني ومعاه شريط فيديو بيقول لهم انهم لازم يشوفوه، وبيشغل الشريط وبنشوف على الشاشه فريق جاره هم داخلين البرج بعد ساعه ونص من بدايه الاختبار، وكمان جاره سليم تماما ومفيش اي خدش واحد على جسده وحتى هدومه ما توسختش. فبتستغرب انكو اللي معاها من الموضوع، لان الفريق ده كسر الرقم القياسي لاسرع فريق يخلص الاختبار ويوصل للبرج، وده كان في 4 ساعات بس. واللي بيخليهم يستغربوا اكتر هو جاره اللي خلص الاختبار بدون خدش واحد، وده شيء مستحيل حتى على النينجا المتوسط. وبنروح لناروتو والساسكي هما بيصطادوا سمك علشان ياكلوا بعد المعركه اللي حصلت، وهما بيشوا السمك بنعرف ان فاضل حوالي يوم واحد بس على نهايه الاختبار، وانهم لازم يلاقوا اللفيفه الثانيه بسرعه، وخصوصا بعد ما اوروتشيمارو حرق لفيفه من اللفايف. وبكده عدد الفرق اللي هتعدي من الاختبار نقص واحد، لان في لفيفه ناقصه فلازم يلاقوا اللفيفه بسرعه. المهم بيخلصوا كلامه بيروح ساسكي علشان يملى ميه، وبعد ما بيفهم ناروتو اخيرا الكلام اللي كان بيقوله ساسكي وساكورا بيفهم الازمه اللي هما فيها، وبيفكر في حل عبقري ما خطرش على بال حد غيره، وهو انهم يزوروا اللفيفه اللي ناقصاهم. وبيطلع من شنطته كده كذا لفيفه فاضيه كانت معاه علشان يزور اللفيفه اللي ناقصاهم، لكن المشكله انهم مش عارفين ايه اللي مكتوب في اللفيفه علشان يزوروها. فبيفكر ناروتو في حل عبقري تاني، وهو انهم يفتحوا اللفيفه ويشوفوا ايه اللي فيها. فبتقول ساكورا ان القانون بتاع الاختبار بيقول ان ما ينفعش يفتحوا اللفيفه ابدا، ولو عملوا كده فاكيد هيبقوا في ورطه كبيره. فبيقول لها ناروتو احنا كده كده في ورطه دلوقتي ولازم نتصرف، وفعلا بتقتنع ساكورا وبيبدا ناروتو انه يمسك اللفيفه علشان يفتحها، وهما الاثنين بيكونوا خايفين جدا من اللي بيحصل. ولما بيكون ناروتو على وشك انه يفتح اللفافه فجاه بيظهر كابوتو وبيمنعه، وبيجي ساسكي ومعاه الميه وبيشوف كابوتو اللي ماسك ايد ناروتو وبيفكر انه بيهجم عليه هو وساكورا، فبيجري عليه علشان يلحقهم، ولكنه بيكتشف ان كابوتو هو اللي لحقهم قبل ما يفتحوا اللفافه. وده لان كابوتو قال لهم ان اللفافه بيبقى فيها تقنيه تنويم مغناطيسي، ولو فتحوها هتخليهم يناموا لحد نهايه الاختبار، وبكده تبقى فشلت فيه برضه. المهم ساسكي بيسال كابوتو عن سبب وجوده هنا وليه ما اخدش اللفافه من ناروتو وكان يقدر ياخدها بكل سهوله، فبنعرف ان كابوتو معاه اللفافتين بتوعه ومش محتاج اي لفافات ثانيه، وبيمشي كابوتو، لكن ساسكي بيوقفه وبيطلب منه القتال علشان ياخد اللفافه اللي معاه. فطبعا ساكورا وناروتو بيقولوا لساسكي ما يصحش يعمل كده مع الشخص اللي ساعدهم، لكن ساسكي مش فارقه معاه حاجه غير اللفافه. فكابوتو بيقول له مفيش نينجا حقيقي بيبقى عايز يقاتل حد ويطلب منه القتال، وانه لو كان عاوز يقتله فعلا كان هجم عليه على طول. وبيكمل كابوتو كلامه بيقول له كفايه لعب عيال ويلا نمشي من هنا قبل ما يجتمع علينا الاعداء. وهما ماشيين في طريقهم للبرج بيقول لهم كابوتو ان لسه في فرصه انهم يلاقوا فريق واجهوه ياخدوا منه اللفافه، وبما ان الاختبار فاضل عليه يوم ويخلص هتكون معظم الفرق اللي معاها اللفافه في طريقهم للبرج، يعني يقدروا ياخدوا اللفافه من فريق تاني مع اللفافتين قريب من البرج. لكن المشكله ان في فرق كتير زيهم معهمش غير لفافه واحده، فهينفذوا
هيعملوا نفس الخطه اللي هم عاوزين ينفذوها، يعني الاعداء والافخاخ عند البرج هتبقى كتير جدا، فلازم ياخدوا بالهم. المهم بعد مشوار طويل قدروا اخيرا انهم يقربوا شويه من البرج، وبقوا قادرين يشوفوه ولكنهم لسه بعيد عنه برضه، وهم واقفين بيحسوا بوجود حد قريب منهم بيتحرك، فبيرمي ناروتو وكوناي عليه، ولكن في الاخر بتطلع اللي بتتحرك حشره كبيره مش اكتر. وبعد فتره كبيره من المشي بيتعبوا وبيكون البرج لسه بعيد عنهم كانهم ما اتحركوش من مكانهم اصلا، فبيفهموا انهم وقعوا في الفخ فعلا، وان العدو عمل لهم تقنيه وهي انها تخليهم يحسوا انهم بيتحركوا لقدام وهم بيلفوا في دايره وبيرجعوا لنفس المكان مره تانية، وكل ده علشان يخليهم يتعبوا من الحركه ويعرف يهجم عليهم. وبيتاكدوا من كده لما بيلاقوا الحشره اللي كان ضربها ناروتو من شويه موجوده عند الشجره مكانها، وفعلا بيظهر العدو اللي عمل لهم الوهم في كل مكان حواليهم، ولكنه بيبقى نسخ كتير بنفس الشكل. فبيهجم ناروتو على نسخه منهم هو فاكرها نسخه عاديه تختفي بضربه واحده، ولكن اللي بيصدمهم كلهم ان النسخه مش بتختفي ولا حاجه، وبيطلع نسخه جديده في المكان اللي ضربها فيه ناروتو، وبتكون النسخه لسه تضرب ناروتو اللي وقع على الارض بالكوناي، لكن ساسكي بيلحقه بيرمي كوناي على النسخه، ولكن النسخه بتردها له ومش بيقدر ساسكي انه يتحرك علشان يتفادى الكوناي، فبيلحقه كابوتا على اخر لحظه وبتجرحه الكوناي في دراعه. المهم بيحاول ناروتو اللي معاه انهم يحللوا الوضع ويشوفوا ايه اللي بيحصل، فبيفهموا ان العدو مستخبي في مكانه بيتحكم في النسخ دي من بعيد، وده معناه ان العدو ضعيف في المواجهه المباشره، فبيستخدم النسخ دي علشان يرهق الخصم بتاعه وبعدين يقدر يخلص عليهم بسهوله. ولما مش بيقدروا يحددوا مكان العدو المستخبي مش بيبقى قدام ناروتو واللي معاه غير حل واحد، وهو انهم يتفادوا ضربات النسخ ويوفروا طاقتهم بدل ما يهجم على الفاضي. ولكن بعد فتره من تفادي الضربات ناروتو ما بيعجبوش الحال المايل ده، فبيقرر يستخدم تقنيه نسخ الظل يضرب النسخ الكتير دي بالنسخ الكتير بتاعته، وطبعا مش هينفع ناروتو يضرب لوحده، فبيقرر ساسكي وساكورا وكابوتو انهم ينضموا ليه، وبتفضل المعركه شغاله لحد ما الصبح بيطلع وبيفقد فريق ناروتو كل قوته ومش بيبقوا قادرين حتى يقفوا على رجليهم، ونسخ الاعداء موجوده زي ما هي. المهم بيقرر الاعداء المستخبين انهم يطلعوا يخلصوا اللي هم عملوه ده، ولكن لما بيطلعوا بيقعوا في الفخ اللي كان متخطط له من فريق ناروتو، والخطه كانت كالاتي: ان ناروتو يعمل نسخ كتير جدا منه ويحول بعض النسخ دي لشكل زمايله في الفريق، فيفتكر الاعداء ان الفريق كله هو اللي بيقاتل وهو اللي فقد طاقته، ورغم ان ساسكي وساكورا وكابوتو الحقيقيين كانوا مستخبين طول الوقت ومستنيين ان العدو الحقيقي يظهر، وطبعا ناروتو بيبقى مش قادر يقف على رجله من كل المجهود الجبار اللي عمله ده، ولكنهم بيقوموه تاني عادي وبيستخدم تقنيه النسخ بتاعته زي الاول، فبيدخل ناروتو وسط النسخ وبيكمل ضرب زي ما كان بيعمل علشان يلاقي الحقيقي فيهم، وبيروح كابوتو وراه علشان يساعده، ولكن ساسكي مش بيقدر يتحرك بسبب الختن بتاع اوراتشيمارو اللي على رقبته. المهم كابوتو بينقذ ناروتو اللي ما كانش واخد باله من الهجمه اللي جايه عليه دي، وقبل ما يكمل ناروتو ضرب في النسخ بيقول ساسكي انه يقف لان العدو الحقيقي مش بين النسخ، ولو كمل هجوم هيرهق نفسه على الفاضي، ولكن العدو بيلاحظ ان ناروتو مرهق فعلا، فبيهجم عليه نسخه من النسخ وبيطلع العدو الحقيقي مستخبي تحت الارض ورا ناروتو وكابوتو، وقبل ما كابوتو ياخد باله بيهجم عليه واحد من الثلاثه دول وبيجرحه في وشه، ولما بيحاولوا يكملوا هجوم عليه بنلاقي كابوتو بص لهم بحده وعينه بقى لونها احمر، فبيخافوا بيرجعوا لورا وبيقابلهم ناروتو بضربه برجله بتخلص عليهم هم الثلاثه والنسخ بتختفي. المهم بعد انتهاء المعركه بياخد ناروتو اللفافه اللي ناقصاهم من النينجا دول وبيكملوا طريقهم ناحيه البرج، ولما بيوصلوا اخيرا بيلاقي كابوتو زمايله الاثنين في الفريق جايين هم كمان، فبيدخل فريق كابوتو البرج من باب وفريق ناروتو بيدخل من باب تاني، والصدمه الكبيره بقى لما كابوتو بيدخل البرج بيسلم ورقه فيها معلومات جمعها عن ساسكي اثناء الاختبار لاوراتشيمارو اللي كان مستنيه يروح له. وهنا بنكتشف ان كابوتو جاسوس شغال لحساب اوراتشيمارو اللي بيختفي بعد ما بياخد الورقه، وبنروح لفريق ناروتو اللي بيدخلوا البرج وبيلاقوا نفسهم في غرفه واسعه وعلى الحيطه قدامهم متعلق لافته عليها كلام كانه لغز وبيفهموا منها انهم لازم يفتحوا اللفافتين، وبيمسك ناروتو وساكورا كل واحد منهم لفافه وبيفتحها، ولما بيفتحوها بيظهر على كل اللفافه ختم استدعاء، فبيقول لهم ساسكي انهم يرموا اللفافتين بعيد بسرعه. المهم بيشتغل ختم الاستدعاء وبيظهر المعلم ايروكا، وطبعا محدش فيهم فاهم ليه المعلم ايروكا موجود هنا، فبيقول لهم ايروكا ان مهمته كنينجا من رتبه الشونن هي انهم يستقبلهم بعد انتهاء الاختبار الثاني ويبارك لهم يقول لهم كلمتين كده، والكلمتين دول هم اهميه القوى البدنيه والمعرفه والذكاء العقلي في مهمات النينجا، وانهم لازم يركزوا على تدريب عقولهم واجسادهم مع بعض، وما ينفعش يهملوا واحد فيهم لان رتبه الشونن هي رتبه القائد ومفيش قائد ضعيف في القتال البدني او عاجز عن التفكير في الحلول الصحيحه للمشكلات. ولما بيخلص الكلمتين دول بيقول لهم كمان ان الاحسن ليهم انهم ما يدخلوش المرحله الثالثه من الاختبار لانه خايف عليهم بالذات على ناروتو، فبيقول له ناروتو انه مش طفل علشان يخاف عليه وانه خلاص كبر وبقى نينجا، يعني اطمن جدا يا معلم. وبنروح للوكاجي وانكو اللي
اللي بيتكلموا عن موضوع اوروتشيمارو، وبيبقى الهوكاجي عارف ان اوروتشيمارو هدفه هو ساسكي، لكنه بيقرر انه يكمل الاختبار رغم خطوره الوضع، ورغم كون اوروتشيمارو واحد من اقوى 3 في النينجا ويمكن هو الاول في العالم كله. المهم وهم قاعدين يتكلموا بيقاطعهم واحد عبر شاشه المراقبه اللي قدامهم، وبيقول لهم ان الاختبار الثاني انتهى بنجاح وان في 21 شخص، وعلشان كده هيضطر يعملوا مباريات تمهيديه للاختبار الثالث لاول مره من 5 سنوات. وبنروح لقاعه الاختبارات التمهيديه واللي بيجتمع فيها كل الفرق الناجيه والمعلمين بتوع كل الفرق، وكمان الهوكاجي بيبقوا موجودين، وكمان بيكون من ضمن الفرق الناجحه دي فرق شيكامارو وفريق نيجي وفريق جارا وكمان فريق كيبا واكامورو. المهم بيجي مشرف المباريات التمهيديه وبيشرح للفرق انه لازم يكون في مباريات تمهيديه للاختبار الثالث، لان اللي نجحوا من الاختبار الثاني عددهم كبير جدا ولازم يقبلوا العدد، لان وقت الاختبار الثالث مش كبير علشان هيحضر ناس كتير مهمه من قرى ومدن مختلفه. وبيطلب منهم قبل ما تبدا المباريات التمهيديه ان اللي عايز ينسحب منهم دلوقتي يرفع ايده، لان لما المباريات تبدا مفيش تراجع، بالاضافه الى ان المباريات مش هتبقى جماعيه وكل واحد هيقاتل خصمه لوحده، يعني لو مش قادر تقاتل مش هينفع تعتمد على زميلك في الفريق. وبعد الكلام ده بيبدا ساسكي انه يتالم من الختم بتاع اوراتشيمارو، فبتلاحظ ساكورا ده وبتقول له انه لازم ينسحب لانه خايف عليه، ولو هو ما رضيش ينسحب هتقول هي للمعلمين عن موضوع الختم ده علشان يخرجوه من الاختبار. لكن بيكون الهوكاجي وانكو كاجاشي وباقي المعلمين عارفين موضوع الختم ده اصلا، وبتقول انكو انهم لازم يخرجوا ساسكي من الاختبار، لكن كاجاشي بيقول لها ان ساسكي مش هيقبل بكده، فبتطلب انكو من الهوكاجي انه ياخد قرار. وفي الوقت ده بتكون ساكورا هترفع ايديها علشان تقول لهم على موضوع ساسكي، لكن فجاه بيرفع كابوتو ايده قبلها وبيقول انه عاوز ينسحب، فبيتصدم ناروتو بيسال كابوتو عن السبب، فبيقول له كابوتو انه تعبان ومش هيقدر يخوض مباراه فيها حياه او موت دلوقتي، وبيطلع كابوتو من قاعه الاختبارات التمهيديه. وبعد ما بيطلع بتكون ساكورا هترفع ايديها، لكن ساسكي بيمنعها بسرعه وبيقولها انه مش هيسمح لاي حد انه يتدخل في الموضوع ده حتى انت، بس ده مش علشان الاختبار والحصول على رتبه الشونين، لكن علشان ساسكي عايز يعرف مدى قوته عن طريق قتال الاشخاص الاقوياء في الاختبار ده، لانه لازم يبقى قوي جدا علشان يعرف ينتقم من قتال عشيرته. المهم بتبدا المباريات التمهيديه وبيكون الطلاب الموجودين 20 طالب، يعني هتكون المباريات 10 مباريات واحد ضد واحد، ونهايه المباراه بتبقى لما واحد منهم يموت او يعترف بالهزيمه. وبيتم تحديد اسماء الخصمين في كل مباراه على شاشه كبيره في غرف الاختبار، واول اسمين بيظهر على الشاشه دي بيبقى ساسكي ضد واحد من زمايل كابوتو في الفريق، فبتبدا المباراه بينهم. بعدها بيطلع باقي الطلاب والمعلمين لمكان المشاهده بعيد عن ساحه المعركه، لكن قبل ما كاجاشي يطلع بيقول لساسكي انه ما يستخدمش الشرنجان علشان الختم اللي في رقبته ما يشتغلش، وبيقول له كمان ان لو الختم اشتغل وما قدرش ساسكي يسيطر على نفسه هيتدخل كاجاشي ويوقف المباراه. طبعا دلوقتي بيبقى ساسكي واقف ومش عارف هيقاتل ازاي من غير الشرنجان ولا حتى تقنيات تانية، لان كل حاجه بتشتغل مع الختم. المهم بيبدا القتال وبيرمي كل واحد منهم كناية على التاني، لكن مش بيسيبوا بعض، وبيوقع ساسكي على الارض، لكن بيجي خصمه فجاه وبيحاول يضربه، فبيتفادى ساسكي الضربه وبيقدر انه يوقع خصمه على الارض وبيثبته برجله. فبيفتكر ناروتو ان كده ساسكي مسيطر على المعركه وهيكسب، ولكن بيتصدم ساسكي وناروتو كمان من قوه خصم ساسكي على امتصاص قوه خصمه بايده، فبيمتص طاقه ساسكي، بعدين بيضربه ضربه قويه بدراعه وبيقدر يقوم، وبيفضل ساسكي على الارض. وقبل ما بيقوم ساسكي بيلاقي خصمه جه عليه بسرعه وماسك راسه بايده علشان يمتص طاقه اكبر، وفعلا بيقدر انه يمتص طاقه بشكل كبير جدا وبيخليه منهك ومش قادر يتحرك، لكن ساسكي بيقدر انه يبعد خصمه عنه برجله. بعدها بيقف ساسكي بالعافيه وبيبدا انه يجذب ضربات خصمه، فبيزعق ناروتو لساسكي علشان يشجعه كده، ولما بيبص له ساسكي بيلاقي ليه واقف جنبه بيفتكر تقنيه اللوتس بتاعت ليه اللي استخدمها ضده في قتال بينهم قبل كده، وبيكون ساسكي نسخ التقنيه دي بالشرنجان، فبيقرر انه ينفذها لانها تقنيه قويه وسريعه ومش هتاثر بشكل كبير على الختم اللي في رقبته. المهم بعد ما بيتجنب ساسكي ضربات كتير من خصمه بيبدا في تنفيذ اللوتس، وبيختفي من قدام خصمه فجاه، بعدين بيظهر فجاه قدامه على الارض وبيضربه برجله ضربه قويه جدا بتخليه يطير لفوق، وبيطير ساسكي وراه، فطبعا بيبقى ليه والمعلم جاي وكمان المعلم كاجاشي مصدومين من تنفيذ ساسكي للتقنيه دي لانها صعبه جدا ومحتاجه تدريب طويل ولياقه بدنيه عاليه جدا. لكن اثناء محاوله ساسكي لتنفيذ التقنيه فجاه بيتفاعل الختم اللي في رقبته وبيسبب له الم كبير جدا، وبيبدا الختم انه ينتشر في جسمه كله علشان يسيطر عليه وعلى تفكيره، وبيفتكر كاجاشي ان خلاص الموضوع انتهى ولازم يروح يوقف المباراه دلوقتي، ولكن المفاجاه اللي بتصدم كل المعلمين ان ساسكي بيقدر يسيطر على الختم وبيكمل تقنيه اللوتس بسرعه وبمهاره، فبيضرب خصمه وبيخليه ينزل على الارض وبينزل وراه علشان يديله الضربه الاخيره، وبيقع هما الاثنين، ولكن بيعلن الحكم فوز ساسكي اللي كان قادر يقف على عكس خصمه اللي مات تقريبا من كتر الضرب. وبعد انتهاء المباراه بيجي
بيجي الاطباء وبياخدوا خصم ساسكي للمستشفى وبيطلبوا من ساسكي انه يجي معاهم علشان يعالج اصاباته ويتاكدوا من سلامته، لكن المعلم كاجاشي بيجي لساسكي قبلهم وبيقول لهم ان هو اللي هيعتني بيه وبياخده خارج قاعه الاختبار. بعدها بيتم الاعلان عن بدايه المباراه الثانيه واللي بتكون بين شينو ونينجا كاريت السوت اللي كان قاتل ساسكي في الغابه قبل كده، وبيبدا القتال باول هجمه من نينجا كاريت السوت اللي بتكون ايده الاثنين مصابه من قتال ساسكي، لكنه بيقدر يحرك واحده فيهم وبيهجم بيها على شينو اللي بيقع على الارض بعد الهجمه القويه دي. وفي الوقت ده بيكون ساسكي وكاجاشي في غرفه واحده وبيجهز كاجاشي علشان يعمل ختم لساسكي يمنع ختم اللعنه اللي في رقبته من انها تشتغل. وبعد ما بيعمل كاجاشي الختم بيقول لساسكي ان الختم ده مش هيمنع الختم بتاع اوروتشيمارو بشكل تام، لان جزء كبير من منع الختم بيعتمد على ثقه ساسكي بنفسه وبقدرته. وبعد ما بيخلص كاجاشي كلامه بيفقد ساسكي الوعي بسبب الالم من الختم اللي عمله له كاجاشي وكمان التعب من المعركه. وفجاه بيسمع كاجاشي صوت بيكلمه فبيخاف وبيبص وراه وبيتصدم لما بيلاقي اوروتشيمارو هو اللي بيكلمه، وبيقول اوروتشيمارو انه مش جاي علشانه ولكن جاي علشان ساسكي اللي وراه. فبيساله كاجاشي عن اهدافه وليه عايز ساسكي بالذات، فبيقول اوروتشيمارو انه عايز الشرينجان وقوه عشيره الاوتشيها اللي عند ساسكي. وبنعرف من كلامهم مع بعض ان اوروتشيمارو هو اللي اسس كاريت السوت، علشان كده كل النينجا اللي منها اتباعوا ادواته. ولكن اوروتشيمارو بيقول لكاجاشي ان ساسكي اهم اداه بالنسبه له، وبيقرب اوروتشيمارو خطوه من كاجاشي اللي بيستعد بسرعه للهجوم عليه، وبيقول اوروتشيمارو انا ممكن اقتلك عادي حتى لو كنت واحد من اقوى ثلاثة نينجا موجودين في العالم. فبيضحك اوروتشيمارو بيقول له مفيش داعي لكل الكلام ده، لان ساسكي هيدور عليا بنفسه لانه محتاج القوى للانتقام مهما كانت القوى دي شريره ومظلمه ومهما كان ثمنها برضه. بعدها بيمشي اوروتشيمارو وبيكون كاجاشي خايف جدا. وبنرجع لمباراه شينو ونينجا كاريت السوت بعد ما كانت اول هجمه من نصيب نينجا كاريت السوت اللي وقع شينو على الارض، وبيقوم شينو بعدها عادي ولا كانه اتضرب ولا حاجه. فلما بيقوم بيتصدم نينجا كاريت السوت وبيبقى مستغرب من وجود فتحات في وش شينو بيخرج منها حشرات كتير جدا، وعلشان كده قرر شينو انه يخلي خصمه يستغرب اكتر وجاب له من وراه جيش من الحشرات الصغيره، وبقى نينجا كاريت السوت محاصر بين شينو وحشراته ومش قادر يستخدم غير دراع واحد، يعني مش هيقدر يهجم على الاثنين في نفس الوقت. فبيخيروا شينو بين خيارين، واول واحد هو الهجوم على شينو او الحشرات بدراع الواحد، وساعتها الطرف اللي ما هجمش على نينجا كاريت السوت هيهجم عليه هو وهيكسب شينو، او انه ينسحب بهدوء احسن له، وفي الحالتين شينو هو اللي هيكسب. المهم بيقرر نينجا كاريت السوت انه هيستخدم ايده الاثنين في الهجوم على شينو والحشرات في نفس الوقت، رغم ان ايده الثانيه مصابه بيحركها بالعافيه. ولما بيبدا هجومه فجاه بتنفجر الطاقه في دراعه، وهو بدل ما تتجه ناحيه شينو والحشرات، وده لان مسارات الطاقه في ايده بتبقى مسدوده بسبب حشرات شينو. وبعد فشل الهجوم ده بيجي شينو ورا نينجا كاريت السوت وبيشرح له اللي حصل، وقبل ما بيرد عليه نينجا كاريت السوت بضربه في وشه وبيضربه شينو وبيوقع على الارض. وبندخل بعدها على طول في المعركه الثالثه، وبتظهر على الشاشه اسماء الخصمين وهما كانكور زميل جارا وزميل كابوتو الثاني اللي اسمه موسومي. وبتبدا المباراه بهجمه من موسومي اللي بيخلي جسده يتمدد وبيكتف كانكور، بعدين بيكسر رقبته، والكل بيفتكر ان كانكور مات خلاص، لكن المفاجاه ان ما كانش كانكور اصلا، دي كانت الدميه بتاعته اللي بيتحكم بيها، وكانكور الحقيقي كان لافف نفسه بقماشه على اساس ان هو الدميه. المهم بعدها بيظهر كانكور الحقيقي اللي بيخلي الدميه تكتف موسومي بدراعها وبتعصره لحد ما بيقع على الارض، وبيعلن الحكم فوز كانكور. وبيتم الاعلان عن المباراه اللي بعدها على طول اللي بتكون بين ساكورا واينو، وده بيكون صادم ليهم لانهم اصدقاء وبيبقى صعب عليهم يقاتلوا بعض، لكن المباراه بتبدا ومحدش فيهم بيقدر يعترض، لكن قوتهم بتكون متكافئه ومحدش بيتفوق على التاني لان الاتنين مش عايزين يستخدموا كل قوتهم ضد بعض. ولما بتبدا اينو انها تتفوق بشكل بسيط، فجاه بتفتكر لما كانوا صغيرين هي وساكورا فمش بتقدر تهجم وبتضربها كفه على وشها. وبعد الموقف ده بتبدا المباراه الحقيقيه، بعدها بتكرر ساكورا واينو انهم يتقاتلوا بجد، وبتستخدم ساكورا تقنيه نسخ الظل فبتقدر تخدع اينو وبتضربها وبتوقعها على الارض، فبتقوم اينو بتكمل قتال لكن بيفضلوا متعادلين ومفيش اي فرق. ولما بتتريق ساكورا على اينو بتقول لها انها ضعيفه، بتتعصب اينو بتقص شعرها وبترميه قدام ساكورا. بعدها بتكرر اينو انها تستخدم تقنيه نقل العقل وتدخل في جسد ساكورا وتخليها تنسحب، لكن ساكورا بتقول لها ان التقنيه دي مش بتنفع في القتال المباشر وبتستخدم في التجسس اصلا او لما يكون الخصم ثابت مش بيتحرك، لان لو الخصم اتحرك من قدام اينو وهي بتعمل التقنيه دي هتفقد اينو الوعي لمده دقايق قبل ما يرجع لها الوعي تاني، وخصمها مش هيحصل له اي حاجه. لكن اينو بتقرر انها تستخدم التقنيه برضه، وطبعا ساكورا مش بتستناها تعمل حاجه وبتتحرك من قدامها بسرعه. وبعد ما بتعمل اينو التقنيه بتقع على الارض، وبتكون ساكورا ما حصلهاش اي حاجه، فبيفتكر الكل ان اينو فشلت في عمل التقنيه وفقدت وعيها وخلاص تعتبر خسرت، لكن المفاجاه ان اينو طلعت ما عملتش التقنيه اصلا وتظاهرت بده علشان توقع ساكورا في الفخ وتخليها تقف قريب
قريب من شعر اينو اللي رميته على الارض من شويه، علشان تقدر اينو انها تعمل خيط طاقه بشعرها وتربط ساكورا بيه وتثبتها، فتقدر اينو انها تتحكم في تقنيه العقل. وفعلا ده اللي بيحصل، وبتدخل اينو في جسد ساكورا وبتخليها ترفع ايديها علشان تنسحب، ولكن فجاه بيزعق ناروتو لساكورا انها ما تنسحبش، وبتفتكر اينو ان مفيش فايده من كلام ناروتو لانها سيطرت على ساكورا خلاص. ولكن المفاجاه ان ساكورا بتبقى بتقاوم اينو وبتحاول تطلعها من دماغها، وده اللي بتعمله فعلا في الاخر، لان اينو مش بتستحمل مقاومه ساكورا فبتخرج منها وبترجع لجسدها عادي. المهم الاثنين بيبقوا تعبانين جدا ومنهكين وفاقدين طاقتهم، ولكن بيهجموا على بعض هجمتهم الاخيره، وبيقعوا هما الاثنين على الارض ومحدش فيهم بيقوم. فبيعلن الحكم ان مفيش حد كسب وانتهت المباراه بالتعادل. بعدين بيجوا المعلمين اللي بياخدوا اينو وساكورا اللي بيكونوا ناموا من التعب وما عندهمش اي اصابات خطيره، وبتبدا المباراه اللي بعدها اللي بتكون بين تنتن وتيماري زميل جاره في الفريق. ولما بتبدا المباراه محدش فيهم بيهجم على الثاني، وبتبقى تنتن مستنيه علشان تشوف خصمها يعمل ايه، لكنها بتقرر انها تبدا الهجوم، فبترمي نجوم نينجا على تيماري، فبيتصدم ليه لانه عارف ان زميلته تنتن عمرها ما بتغلط في رميتها. فبيقول نيجي والمعلم جاي ان تنتن ما غلطتش اصلا، لكن تيماري هي اللي غيرت اتجاه النجوم. المهم بتحاول تنتن انها تشوف حل علشان تقدر تسيب تيماري، فبتستخدم تقنيه استدعاء اسلحه من خلال لفافات، وبتعمل اعصار من الاسلحه المتجهه ناحيه تيماري، لكن تيماري مش بتتخدش حتى، وده بفضل المروحه اللي معاها. فبتكرر تنتن نفس التقنيه بشكل اقوى، خلى الكل يفتكر انها تنجح، لكن تيماري بتصد الاسلحه برضه بمروحيتها وبتوع الاسلحه على الارض. والمفاجاه ان تنتن بتنط وبتتحكم بالاسلحه الواقعيه دي بخيوطها وبتوجهها ناحيه تيماري اللي بتصد الاسلحه تاني عادي، وبتوع تنتن على الارض. وبعدين لما بتقوم بتلاقي تيماري اختفت، وبتظهر تاني فجاه من ورا تنتن وهي راكبه على المروحه بتاعتها، وبتروح تقف قدام تنتن تاني. بعدين بتستخدم المروحه في عمل اعصار بيخلي تنتن تفضل متعلقه في الجو وبتتجرح من الطاقه اللي في الاعصار دي. وبعد ما بيقف الاعصار بتقعد تنتن على مروحه تيماري، وبيعلن الحكم فوز تيماري في المباراه، وبترمي تيماري تنتن بعيد، فبينزل ليه بسرعه علشان يمسكها، وبيغضب من تيماري جدا وبيهجم عليها. لكن المعلم جاي بيوقفه، بيقول لجارا وفريقه انهم لازم يحذروا من ليه لانه قوي جدا. المهم بيتم الاعلان على المباراه اللي بعدها اللي بتبقى بين شيكامارا ونينجا قريه الصوت اللي اسمها كين. وبيبدا شيكامارو اول هجمه بتقنيه الظل اللي بتخليه يتحكم في حركه خصمه، لكن كين بتهرب منه وبترمي عليه ابر فيها اجراس، فبيتفاداها وبتيجي في الحيطه، لكن كين بتكون رابطه الاجراس اللي في الابر بخيوط، فبتتحرك الخيوط دي وبتخلي الابر تعمل صوت. فبيبص شيكامارو وراه على الابر وبترمي كين عليه ابره ثانيه بتصيبه، وبعدين بتحرك كين الخيوط فبتخلي الاجراس تعمل صوت ثاني، لكن المره دي مختلف. وبتقول كين لشيكامارو ان اصوات الاجراس بتاعتنا بتخلي اللي يسمعها يهلوس، وفعلا بيبدا شيكامارو انه يشوف نسخ كتير جدا من كين وهي مش موجوده اصلا. وبتستعد كين انها ترمي ابر تاني على شيكامارو، لكن فجاه بتلاقي نفسها مش قادره تتحرك وبيقف صوت الاجراس، ومعاها بيقف الهلوسه وبيرجع شيكامارو يشوف كين طبيعي. وطبعا كين بتبقى مش فاهمه هي مش قادره تتحرك ليه، لان ظل شيكامارو مش موجود قدامها علشان يكون يتحكم فيها، لكن الخدعه ان شيكامارو خلى الظل بتاعه رفيع جدا علشان يبقى كانه ظل للخيط المربوط بالاجراس، رغم ان الخيوط المفروض يبقى ملهاش ظل اصلا. المهم بيطلع شيكامارو وكوناي، وبتعمل كين نفس الحاجه لانه بيتحكم بيها. بعدين بيرمي شيكامارو وكين الكوناي على بعض في نفس الوقت، وبيتجنب شيكامارو الكوناي عن طريق انه يميل راسه لورا، ولانه بيتحكم في حركه كين خلاها هي كمان تميل راسها لورا، لكن كين بتخبط في الحيطه اللي وراها براسها وبتفقد الوعي. ودي بقى كانت خطه شيكامارو اللي بيعني الحكم فوزه في المباراه اخيرا. المهم بيبدا الاعلان عن اسماء الخصمين في المباراه اللي بعدها، والحسن الحظ اخيرا بيجي دور ناروتو اللي بيبقى خصم كيبا، وبتبدا المعركه بين كيبا وكلب اوكامارو. ناروتو اللي الكل فاكره ضعيف ومستحيل يتغلب على كيبا، بتكون هجمه البدايه لصالح كيبا اللي بيهجم هجمه قويه جدا على ناروتو اللي بتطيره بعيد، والكل بيفتكر ان كيبا حسم المباراه من اول هجمه وفاز، ولكن على عكس كل التوقعات بيقدر ناروتو انه يقوم تاني عادي. فبيهجم عليه المره دي كيبا اوكامارو مع بعض، وبيستخدم كيبا قنابل دخانيه علشان يحجب رؤيه ناروتو اللي بيتضرب جامد جدا في وسط الدخان، ولما بيحاول يطلع منه بيلاقي اوكامارو في وشه وبيرجعه تاني. بعدها بيختفي الدخان وبيظهر ناروتو وقع على الارض وجنبه اوكامارو اللي بيجري على كيبا وبيعضه، فبيتصدم كيبا، لكن اللي عضه ده بيبقى ناروتو اصلا، بس اتحول لاوكامارو وبيكون اوكامارو الحقيقي موجود مع نسخ ناروتو. المهم كيبا بيتملك اعصابه وبيطلع من شنطته حبوب مغذيه وبيرمي واحده لاوكامارو اللي بتتحول فروته للون الاحمر، وبيضرب نسخ ناروتو. وبعدين بيروح لكيبا اللي بيبقى اكل حبايه هو كمان، وبنعرف من تشوج ان الحبوب دي بتدي للنينجا طاقه كبيره جدا وبتخليه قاتل لفتره اطول وبكفاءه اكبر، وكمان بتكون مسكنه للجروح. المهم بيستخدم كيبا تقنيه بتخلي اوكامارو يتحول لشكله، وبعدين بيهجم كيبا واوكامارو مع بعض على ناروتو اللي مش
بيعرف يعمل حاجة غير انه يفضل يتفادى هجماتهم. وبعد فترة من تفادي الهجمات بيقرر كيبا واوكامارو انهم يستخدموا تقنية بتزود سرعتهم وقوتهم جدا، وبيهجم على ناروتو في نفس الوقت، فبيقع ناروتو على الارض وبينزف دم كتير جدا. بنشوف بقى في القسم الجديد بتاعنا ان ناروتو بيكمل مفاجأته لينا لما بيقول وهو واقع على الارض انه مش هيخسر ابدا لانه هنا هيبقى الهوكاجي. فبيضحك كيبا عليه وبيسخر منه وبيقول له ازاي عايز تكون هوكاجي وانت اضعف مني، وكمان بيقول ان هو اللي هيبقى الهوكاجي بدل ناروتو. فلما بيسمع ناروتو كلمتين دول بيقوم كانه حصل له حاجه، وبيقول لكيبا لو حاولت تنافسني على لقب الهوكاجي هتبقى الخاسر. واثناء الكلام ده بتكون هيناتا زميله كيبا في الفريق بتتفرج على المباراه وهي عارفه ان ناروتو هيقوم، وهيقول كده لكيبا لانها كانت بتراقبه طول الوقت وهو بيتدرب لوحده علشان يبقى قوي ويثبت نفسه لاهل القريه. المهم بيستمر القتال وبتستمر مفاجآت ناروتو، وبعدها بيهجم على كيبا تاني، لكن المره دي بتبقى مفاجاه مش حلوه لان ناروتو بيتضرب من كيبا للمره الثانيه وبيقع على الارض، وبيفضل ناروتو يتضرب شويه ومش بيبقى عارف يعمل ايه من هجمات كيبا، وكمان الدخان اللي مش قادر يشوف حاجه منه. ولكن اخيرا ناروتو بيلاقي حل عبقري وهو انه يتحول لشكل كيبا علشان يبقى مش عارف يفرق بين اوكامارو وبين ناروتو. وطبعا الخطه الذكيه دي بتخلي المشاهدين يستغربوا ان ناروتو هو اللي فكر في الفكره دي علشان ما بيفهمش وكده، ولكن كيبا بيقول له هي دي فكره عبقريه وكل حاجه بس العب غيرها، لان كيبا عنده حاسه شم قويه جدا وبيقدر يفرق بين الناس، فهيقدر يفرق اكيد بين ناروتو واوكامارو، وفعلا بيقدر يشم ريحه ناروتو الحقيقيه وبيهجم عليه. ولكن الصدمه انه بعد ما بيهجم عليه بيقع في الارض وبيلاقي ان اوكامارو مش ناروتو، وطبعا الكل بيستغرب لان كيبا عمره ما يشم حاجه غلط، لكن كيبا بيبقى مش فاهم حاجه وبيقرر بسرعه انه يهجم على اللي وراه لانه اكيد هو ناروتو الحقيقي. وهنا بتكون المفاجاه الاكبر لان ده هو كمان بيبقى اوكامارو مش ناروتو، وبيجي ناروتو الحقيقي من ورا كيبا وبيضربه برجله وبيوقعه على الارض. فبنفهم ان ناروتو الحقيقي كان اللي ضربه كيبا في الاول، لكن ناروتو بعد ما اخذ الضربه وقع على الارض حول شكله بسرعه لاوكامارو قبل ما يرجع لشكله الاصلي. المهم بيهدي كيبا نفسه وبيقوم علشان يكمل هجوم على ناروتو اللي بيقول انه هيستخدم تقنيته الجديده وينهي بيها القتال، لكن كيبا مش بيسمح له يعمل كده وبيهجم بنجوم النينجا، لكن ناروتو بيقدر يتفاداها، فبيجي كيبا بسرعه يضربه ضربه قويه جدا بتخليه يرجع لورا، لكن كيبا مش بيسيبه بيرجع معاه علشان يضربه مره ثانيه ويقع على الارض من ثاني. وبيستمر الحال على كده شويه لحد ما بيقدر ناروتو اخيرا انه ينفذ تقنيته الجديده بعد ما كان كيبا بيحاول يهجم عليه، ولما قرب منه شم ريحه مش تمام وحاسه الشم عنده اصلا قويه جدا، فما قدرش يستحمل وكانت دي فرصه ناروتو للهجوم. المهم بيستخدم ناروتو تقنيه نسخ الظل وبيخلي النسخ تحوط كيبا، وبعدين بتضربه نسخه منهم وبتجمع الباقي علشان يضربوه ويرفعوه لفوق، وبيجي ناروتو من فوقيه ويضربه الضربه اللي بتنهي المباراه وبيوقعه على الارض. والكل بيتفاجئ من حركه ناروتو اللي قال عليها جديده رغم انها تقليد لحركه ساسكي اللي كانت تقليد لحركه لي اصلا، وبيعلن الحكم فوز ناروتو، ودي بتبقى مفاجاه غير متوقعه للكل. المهم بيطلع بعدها ناروتو مكانه عند المشاهدين وهو ماشي بتديله هناتا حاجه يعالج بيها جروحه وهي مكسوفه، وبعدين بتروح لكيبا اللي بيكون واخدينه الاطباء على المستشفى وبتديله نفس الحاجه، وبيقول لها كيبا انها لازم تنسحب لو خصمها طلع جاره او لو طلع نيجي برضه. وهما بيتكلموا بيتم الاعلان على الشاشه عن الخصمين اللي بعد كده، فلما بتشوفه هناتا بتبقى مرعوبه لان خصمها فعلا بيبقى نيجي. وقبل ما يبدا القتال بينهم بنعرف من كاجاشي ولي ان نيجي وهناتا من نفس العشيره، وهي عشيره هيوجا يعني قرايب، لكن عشيره هيوجا نفسها مقسومه لعشيرتين، واحده رئيسيه ودي عشيره هيناتا، واحده فرعيه ودي عشيره نيجي. وبنعرف من لي ان السبب في كده هو ان العشيره الفرعيه تحمي العشيره الرئيسيه، وبالتالي هتبقى بتحمي القوى الخاصه بتاعت العشيره وهي عيون البياكوجان، لكن النظام ده بيخلي العشيره الفرعيه تحس بالاحتقار وانهم مجرد عبيد، علشان كده العشيره الفرعيه بتكره العشيره الرئيسيه جدا وعندهم مشاكل دايما بين بعض. المهم بتبدا المباراه، لكن قبل ما يبدا حد بالهجوم بيقول نيجي لهيناتا انها لازم تنسحب لانها ضعيفه ورقيقه جدا وما ينفعش تكون نينجا، وانها دخلت الاختبارات غصب عنها علشان لو ما دخلتش زمايلها في الفريق ما كانوش هيخشوا الاختبار. طبعا كلامه بيأثر في هيناتا، لكنها بتقول انه كلامه كله غلط وانها دخلت الاختبار علشان عايزه تغير من نفسها، فبيقول لها نيجي ان محدش يقدر يغير من نفسه والفاشل بيفضل فاشل طول عمره. فبيأثر كلامه على هيناتا اللي بيبقى واضح انها خايفه جدا وهو قادر يشوف خوفها ده بالبيكوجان، فلما بتسمع ساكورا اسم البيوكاجان ده مش بتبقى عارفه ايه، فبيقول لها كاجاشي انها حاجه زي الشيرينجان كده لكن اقوى بكتير جدا وموجود عند عشيره الهيوجا بس. المهم بيفعل نيجي البيوكاجان بتاعه وبيبص في عين هيناتا وبيحلل نظرتها وبيقول لها ان خوفها بيزيد وانها بدات تتخيل هزيمتها والالم اللي هتحس بيه في المباراه. فبيتعصب ناروتو من كلام نيجي ليها وبيقول لها انها تقدر تتغير وبيشجعها انها تضرب الواد اللي قدامها
كلامها ده علشان تخليه يسكت. وبعد كلام ناروتو بتبدا هينات انها تهدأ وترجع تثق بنفسها وبتفعل البيوكاجان بتاعها وبتستعد للقتال، وبيبدا القتال بينهم وبيكون متكافئ في الاول، ولكن بتبقى هينات قريبه من انها تتفوق وتضرب نيجي ضربه مباشره بس للاسف مش بتصيبه، او ده اللي بيفتكره ناروتو وساكورا، لان ليه بيشرح لهم انه مش لازم تصيبه او تضربه بشكل مباشر، لان اقل لمسه من هجمتها كفيله انها تسبب له ضرر كبير جدا. وده لان التقنيه اللي بتستخدمها العشيره في القتال دي بتستهدف الاعضاء والخلايا الداخليه ومسارات الطاقه اللي في كل حته في الجسم، وبيقدروا يشوفوا الحاجات دي وبيستهدفوها بفضل البيوكاجان، وده بيخلي عشيره الهيوجا اقوى عيله في القريه، خصوصا ان محدش بيقدر يضرب خلايا او اعضاء داخليه، يعني الهجمات دي خطيره حتى على الاقوياء. وفي اثناء قتالهم بيستمر القتال وبيفضلوا متكافئين لحد ما بيقدر حد فيهم انه يضرب التاني، وبيكون الكل فاكر ان هيناتا هي اللي ضربت نيجي، لكن بنكتشف ان نيجي هو اللي ضرب هيناتا، ولما بتحاول هيناتا انها ترد الهجمه بسرعه بيقدر نيجي انه يصد هجمتها ويسيبها للمره الثانيه، بعدين بيضربها ضربه كمان اقوى من اللي فاتت وبيخليها تقع على الارض وتنزف دم، وبيقول لها انها لازم تستسلم دلوقتي لان مفيش فايده من المحاوله وعمرها ما تقدر تغير نفسها ولا تبقى قويه، لكن ورغم الدم اللي بينزف منها بتبقى هيناتا مصره انها تكمل وبتقوم عادي، لكن لما بتقوم بتبدا تنزف اكتر بسبب الاصابه، فبيشجعها ناروتو علشان تكمل وفعلا بتكمل قتال بالرغم من اصابتها. لكن وبعد شويه هجمات كده متكافئه بينهم بيقدر نيجي انه يتفوق برضه وبيضربها ضربه قويه للاسف، فبتحاول هيناتا انها تهجم على نيجي بقوه المره دي، لكن للاسف برضه بيفضل نيجي متفوق وبيضربها وبيخليها تقع على الارض للمره الرابعه، والمره دي بيكون الحكم لسه هيعلن نهايه المباراه وفوز نيجي، لكن فجاه ناروتو بيزعق وبيقول ان المباراه لسه ما انتهتش. وبعدها بتقوم هيناتا تاني رغم اصابتها الخطيره، فبيتعصب نيجي جامد وبيجري يهجم على هيناتا، لكن المعلمين بيمنعوه، وفجاه بتنهار هيناتا بسبب الاصابه، وبينزل ناروتو وليه وساكورا علشان يطمنوا عليها، ولما بيشوف ناروتو اللي حصل لها بيتعصب وبيجري يهجم على نيجي، لكن ليه بيمنعه بيقول له انه لو عاوز يواجهه يبقى الاحسن انه يواجهه في مباراه رسميه في الاختبار، فبيهدى ناروتو، لكن حاله هيناتا بتتدهور اكتر، فبتنادي المعلمه كورياني على الاطباء بسرعه علشان ياخدوها لغرفه الطوارئ لانها مش هتصمد اكتر من 10 دقائق كمان، فبياخدوها الاطباء بسرعه وبيمشوا. وبعد نهايه المباراه دي مش بيبقى فاضل غير مباراتين واربع متسابقين، وهم لي وجارا وتشوجي ونينجا قريه الصوت، وده بيخلي تشوجي يخاف لان كل النينجا اللي ممكن يواجههم اقوياء جدا، فبيقرر انه ينسحب في الحال، لكن المعلم اوسومو بيقول له انه لو انسحب مش هياكل معاهم من المشويات، وبيطمنه انه لو كانت المباراه فيها خطر عليه انه هيخليه ينسحب بنفسه، وبيقف وبيشجعه وبيتحمس تشوجي علشان المشويات بس مش اكتر. وبيتم الاعلان على الخصمين اللي هينافسوا بعد في المباراه اللي بعدها، واللي بيكون اول واحد فيهم هو جارا اللي بينزل الساحه على طول لما بيشوف اسمه على الشاشه، وتاني واحد بيكون لي اللي بيبقى متحمس جدا لان دوره جه اخيرا انه بينزل ساحه القتال، وبيعلن الحكم بدايه المباراه، فبيهجم لي بسرعه الهجمه الاولى على جارا اللي بيحميه درع الرمل كالعاده ومش بتاثر الهجمه فيه، فبيحاول لي انه يكرر الهجمه تاني، ولكن برضه درع الرمل بيتصدى لهجمته، وكمان جارا بيخلي الرمل يهجم عليه لكن لي بيصدها بالكوناي وبيهرب منها، بعدين بيرمي على جارا نجوم النينجا فبيصدها درع الرمل برضه، فبيستغرب ناروتو من ان هجمات لي السريعه مش جايبه نتيجه، لكن كاناكور اللي واقف جنبه بيقول له ان مفيش اي هجوم بدني ينفع مع جارا لان درع الرمل هيحميه دايما، وعلشان كده محدش قدر انه يجرح جارا ابدا. المهم بيقرر جارا انه يبدا هجومه الحقيقي بنفسه، وبيمسك ليه بالرمل وبيرميه بعيد، بعدين بيقوم ليه وبيكمل هجومه على جارا، لكن برضه مفيش اي فايده، فبتستغرب ساكورا لان ليه مش بيستخدم اي تقنيات نينجا زي الشرنجان او نسخ الظل، وبتقول ان القتال المباشر اليدوي ده صعب جدا يخليه يكسب، فبيقول لها المعلم جاي ان ليه مش بيعرف يستخدم ولا تقنيه من التقنيات دي اصلا، وكله اعتماده على قدرته البدنيه مش اكتر. واثناء كلامهم بيهجم الرمل على ليه وبيكون لسه هيحاوته، ولكن ليه بيقدر يهرب منه بسرعه كبيره جدا، ولما بيشوف المعلم جاي ان ليه مش عارف يتفوق على جارا بيديله اشاره يسمح له فيها انه يعمل حاجه معينه هو بيعملها بس في الحالات الخاصه، والحاجه دي هي انه يشيل الاوزان اللي كان رابطها في رجله الاثنين علشان يعرف يتحرك بسرعه اكبر. فطبعا الكل بيفتكر ان الاوزان دي مش هتاثر في سرعه جارا للدرجه دي، لكن المفاجاه انه بيخلع ليه الاوزان وبيرميها بتكسر الارض جامد كانه رمى عليها قنبله، وبيبدا ليه يهجم على جارا تاني، لكن المره دي بيتحرك بسرعه كبيره جدا لدرجه ان محدش بيقدر يشوفه، وحتى درع الرمل مش عارف يصد ضرباته زي الاول من سرعتها. وبعد كذا ضربه من درع الرمل بيقدر ليه اخيرا انه يوجه اول ضربه مباشره لجارا بنفسه ويجرحه، وده بيصدم كاناكورو وتيماري، لكن مش بيقف عند كده وبيكمل هجومه، بيقدر انه يضرب جارا بشكل مباشر المره الثانيه وكمان بيوقعه على الارض، لكن لما بيقوم جارا بنكتشف ان كان في درع الرمل بيحوط جسده كله، وبكده بيكون ليه ما قدرش يجرحه برضه،
بيقرر لينو يستخدم تقنية اللوتس على جارة علشان ينهي بيها المباراة، وفعلا بيبدأ لينو يلف حوالين جارة بسرعة كبيرة جدا. بعدين بيظهر قدامه فجأة وبيفضل يضربه برجله لحد ما بيرفعه لفوق لدرجة كبيرة جدا، وبيلف ليه جارة بقماش وبيمسكه وبينزل بيها على الأرض بسرعة جدا. وبيفتكر الكل ان ليه خلص على جارة، لكن المفاجأة ان ده ما كانش جارة الحقيقي أصلا وطلع مجرد نسخة الرمل. وبنكتشف ان المعلم كاجاشي ان جارة بدل نفسه لما ليه توقف عن ضربه للحظة بسبب الألم وهو بيرفعه لفوق. المهم بيظهر جارة ورا ليه وبيهجم عليه، ولكن ليه مش بيتجنب الهجمة لأنه مش قادر يتحرك بعد تقنية اللوتس وبيقع على الأرض، وبيفضل جارة يهجم عليه بالرمل لفترة وليه مش قادر يتحرك. وبيفتكر المعلم جاي لما كان ليه صغير في المدرسة وكان بيتنمروا عليه لأنه مش بيعرف يستخدم تقنيات النينجا. وبيفتكر كمان لما كان بيروح الغابة علشان يتدرب فبيلاقي ليه بيتدرب هناك لوحده بالساعات. وبيتذكر كمان لما بقى المدرب بتاع ليه ونيجو وتنتن فسأل كل واحد فيهم وهدفه ايه، فليه قال له ان هدفه انه يثبت انه يقدر يبقى نينجا بقدرته البدنية مش اكتر. وفي الاثناء دي بيكون جارة بيضرب في ليه برضه، وليه مش عارف يتحرك ولا دافع عن نفسه، ولكن فجأة بيرجع ليه يتحرك تاني ويتجنب هجمات جارة وبيصدم الكل. والصدمة الاكبر لما بيبدأ ليه انه يزود طاقته بشكل كبير جدا لدرجة ان شكله بيتغير، وبيهجم ليه على جارة بسرعة وقوة بتخلي الارض اللي بيمشي عليها تتكسر، وبيرفع جارة لفوق من تاني علشان يعمل تقنية اللوتس بس بشكل اقوى. ولما بيترفع جارة وبيروح وراه درع الرمل علشان يحميه، بيسبق ليه درع الرمل وبيروح يضرب جارة بشكل متكرر قبل ما يبدأ في تنفيذ اللوتس، وبيضرب جارة علشان ينزله على الارض. وبيبدأ ليه في تنفيذ اللوتس وبيضرب جارة ضربة قوية جدا وبسرعة لدرجة ان محدش بيشوفه، ولكن قبل ما يقع جارة على الارض بيربط ليه بقماشة وبيضربه للمرة التانية الضربة الاخيرة وبيقع على الارض. والمفاجأة انه لما بيقع على الارض بيحميه الرمل من الوقعة، لكن برضه بيكون اتأثر بالضربة ومش قادر يقف. المهم ليه بيكون مجهد تماما بعد الحركة اللي عملها ومش قادر يتحرك من مكانه، لكن لما بيلاقي جارة هيهجم عليه بيبدأ انه يحاول يبعده عنه، لكنه مش بيقدر وبيوصل الرمل لحد ليه وبيمسكه من ايده ورجله. بعدها بيستخدم جارة تقنية كفن الصحراء وبيدمر رجل وايد ليه اللي بيقع على الارض، بعدها بيفقد الوعي. لكن جارة مش بيكتفي بكده وبيقرر انه يموت ليه ويخلي الرمل يحوطه كله. وقبل ما يلحق جارة يعمل حاجة بيجي المعلم جاي بسرعة وبيبعد الرمل عن ليه. فلما بيسأل جارة المعلم جاي عن سبب دفاعه عن ليه بيقول له لانه تلميذه وبيحبه. وبعد ما بيسمع جارة الكلام ده بيقوم يمشي وبيقول انه بينسحب، برغم ان ليه يعتبر خسر خلاص، خصوصا بعد ما نزل المعلم جاي للساحة علشان يدافع عنه. لكن قبل ما يعلن الحكم فوز جارة بيقوم ليه فجأة رغم اصابته الكتير جدا دي، فبيقول له المعلم جاي ان المباراة انتهت خلاص ومفيش داعي انه يجد نفسه. لكن بيتصدم جاي لما بيكتشف ان ليه فاقد الوعي اصلا وقاوم وهو مش في وعيه اساسا، فبيعيط وبيحضنه وبيعلن الحكم فوز جارة. وبينزل ناروتو بسرعة علشان يطمن على ليه، وبيجي كمان الفريق الطبي علشان ياخده يعالجه، ولكن في الاول بيتفحصوا اصابات ليه. وبعد ما بيتفحصوها بيطلب واحد من الاطباء انه يتكلم مع جاي لوحدهم، وبيقول الطبيب لجاي ان اصابات ليه كتيره جدا وعنده كسور في كل حته في جسمه لكنه هيبقى كويس. المشكله الكبيره اللي بتكون في ايده ودراعه اللي دمرهم جارة، لانهم حتى لو اتعالجوا مش هيقدر يبقى نينجا تاني. وبيكون الخبر ده صادم للمعلم جاي وكمان لناروتو اللي لما بيفتكر مواقفه مع ليه بيزعق في الاطباء علشان يلاقوا حل، لانهم ما ينفعوش يسيبوه يفقد هدفه في الحياه. لكن المعلم كاجاشي بينزل يهدي ناروتو، وبعدها بيطلعوا من ساحه القتال كلهم علشان المباراه الاخيره هتبدا. وبتكون المباراه الاخيره بين تشوجي ونينجا قريه الصوت اللي اسمه كينوتا، وبتكون اول هجمه في المباراه من نصيب تشوجي اللي بيحول نفسه الكرة ضخمه علشان يحمي ودنه من هجمات كينوتا الصوتيه، وفي نفس الوقت هيقدر يهجم عليه بشكله الكروي ده. لكن كينوتا بيتجنب كره تشوجي بكل سهوله وبيخليه يلبس في الحيطه، وبعدها بيحط ايده على جسم تشوجي وبيستخدم تقنيه الصوت اللي بيفتكرها تشوجي انه مش هينفع لان ودنه محميه كويس لكنها بتنفع عادي جدا، وبيخسر تشوجي المباراه. وبكده بتنتهي المباريات التمهيديه كلها اخيرا، فبيجتمع جميع الفائزين في المباريات التمهيديه في الساحه وبيقول لهم الهوكاجي ان الاختبارات النهائيه هتبدا بعد شهر تحضير من دلوقتي، والشهر ده يتم التحضير فيه عن طريق دعوه الضيوف والامراء وتجهيز مكان القتال، وكمان هتكون فتره تحضيريه لكل نينجا فيهم انه يدرب نفسه كويس ويجمع كل المعلومات الممكنه عن الخصوم اللي ممكن يقابلهم في الاختبار. بعدها بياخد كل واحد من المتسابقين ورقه مكتوب فيها رقم من انكو، وبيطلب منهم مورينو ان كل واحد فيهم يقول الرقم اللي معاه. وبعد ما بيقولوا ارقامهم بيوريهم مورينو قائمه مباريات الاختبار النهائي، وكل واحد بيعرف مين خصمه، وبيكون خصم ناروتو هو نيجي وخصم ساسكي هو جارا. في الوقت ده بيكون اوراتشيمارو وكابوتو واقفين يتكلموا مع بعض، فبيسال كابوتو اوراتشيمارو اذا كان هيدمر قريه الورق دلوقتي، فبيقول له اوراتشيمارو انه ممكن يعمل كده لكنه بيفكر يستمتع بقتل الهوكاجي في الاول. المهم بيقول اوراتشيمارو انه عاوز يخطف ساسكي دلوقتي بسرعه، لان
كانوا لازم يبعدوا عن ناروتو بسبب تأثير ناروتو الكبير على هدفه ساسكي وطريقة تفكيره، فلازم ساسكي يبعد علشان يركز على هدفه في الانتقام ويبقى شبه اوروتشيمارو ويعرف يستفيد منه. وبيمشي كابوتو علشان يروح يخطف ساسكي فعلا، لكن اوروتشيمارو بيوقفه وبيسأله اذا كان بيخطط انه يوقفه ويبوظ خطته عن طريق قتل ساسكي، لانه مش هيقدر يقتل اوروتشيمارو نفسه، وده لان مستوى كابوتو في نفس مستوى كاجاشي. ولما بيسمع كابوتو الكلام ده بيبان عليه الخوف والتوتر وكانه بيفكر يعمل كده فعلا، لكن اوروتشيمارو بيقول له انه كان بيهزر معاه. بعدها بيمشي كابوتو، وبنروح لغرفه العنايه المركزه اللي فيها ساسكي واللي بيقدر كابوتو انه يدخلها بعد ما بيخلص على كل الحرس. ولما بيدخل بيقف قدام ساسكي وبيطلع مشرط من ايده علشان يقتله. فيا ترى ايه هو باقي الاحداث، وهل ساسكي هينجو منه ولا ايه اللي هيحصل؟ كل ده واكتر هنعرفه المرات الجايه بمشيئه الله. وقبل ما تقفل بقى عزيزي المشاهد، ما تنساش اللايك بتاعك والاشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد، ويلا سلام.